اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد مع المباراة رقم 113 بين النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسي، قمة لقاءات مرحلة التتويج والجولة الثالثة مباشرة. تشكيلة الفريقين، البداية بالنجم الرياضي الساحلي، تشكيلة المدرب لافاني، اذا ايمن المثلوثي في حراسة المرمى، ايضا علي البريقي، غازي عبد الرزاق، رضوان الفالحي، زياد بوغطاس. بالطبع بالنسبة للتشكيلة بدينا بالمهاجمين، لكن بالبقية ثم فرانك كوم، وائل بلكحل، حمد النموشي، بلال بن مسعود، رميمي كيلو، ومصعب ساسي. بالطبع بداوا بالمهاجمين متوسط ميدان، وباش يوصلوا إلى المدافعين. هذه التشكيلة الخاصة بالنجم الرياضي الساحلي ترجي الرياضي التونسي. إذا معز بن شريفية في حراسة المرمى، سامح الدربالي، خليل شمام، شمس الدين الذوادي، وعنتر يحيى بالنسبة لرباعي الدفاع، كريم العواضي، وسيم النغموشي، ايضا لمجد الشهودي، اريسون افول، يوسف البلالي، واحمد العكيشي. هذه تشكيله الترجي الرياضي التونسي والغيابات البارزه، وتم ذكرها في الاستوديو التحليلي اللي سبق هذه المباراه بين الترجي والنجم في استوديوهاتنا المركزيه مع الفنيين في الاستوديو. بالنسبه للاحتياطيين في النجم الساحلي، ايمن بن ايوب وانطلاق المباراه، ايمن بالعيد كان اساسي ضد نادي صفاقسي واليوم هو احتياطي، وي حمدي نجاس، سانتوس، لسعد الجزيري رجع وهو مصاب، وخالد يحيى، وبالطبع تواصل غياب رامي البدوي لاسباب تاديبيه على تشكيله النجم الرياضي الساحلي. بالنسبه لاحتياطي الترجي التونسي، تشكيله المدرب ماهر الكنزاري، وسيم نواره، محمد بن منصور، سيف الله حسني، محمد امين النفزي، خالد الغرس اللاوي، ادريس المحيرسي، وخليل القنطاسي من اللاعبين الشبان في الترجي الرياضي التونسي. الحكم هو غازي بن غزيل. بالطبع ما سبقلوش اداره لقاءات بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي. الحكم المساعد الاول عربي المنصوري، والحكم المساعد الثاني هو حسين الحمروني. بالطبع الترجي التونسي عنده زوز انتصارات امام النادي الصفاقسي والنادي الافريقي. بالنسبه للنجم، انتصر في اللقاء الاول خارج الميدان في الملعب الاولمبي برادس امام النادي الافريقي، ثم انهزم امام النادي الرياضي الصفاقسي على ميدان 3-1. امامكم اللاعب حامد النموشي اللي استرجع كامل امكانياته بعد سلسله من الاصابات وعمليه جراحيه. هذا هو اللاعب علي البريقي، كان من اللاعبين البارزين مع انطلاق الموسم، واللاعبين اللي لعبوا عديد المقابلات بالتحديد 15 مباراه مع النجم الرياضي الساحلي. بتبع عودة مصعب ساسي المتغيب على مباراة الكلاسيكو أمام النادي الرياضي الصفاقسي. أيضا المسجدات في الترجي، أمامكم لمجد الشهودي، مباراة خاصة ليه باعتبار أنه يلعب ضد فريقه السابق بعد التحاقه بالترجي الرياضي التونسي. نفس الوضعية لأحمد العكيشي اللي كان هداف في موسم 2010-2011 مع النجم ب 14 هدف، وكان خاض ايضا مع النجم نهائي كاس تونس اكيد تتذكروا امام الترجي، والفوز كان الترجي انذاك بفضل اللاعب اسامه الدراجي لاعب سيون. حاليا الكره مباشره لاحمد العكيشي، وباش ترجع بمخالفه لصالح النجم الرياضي الساحلي. كل الاجواء ممتازه سبقت هذه المباراه، الروح الرياضيه ان شاء الله مرحله التتويج تكون مثال باش الموسم المقبل يرجع الجمهور المحلي وكذلك جماهير الفرق المنافسه خارج ميادينهم. باش ترجع الكره لصالح محور الدفاع وزياد بوغطاس، والبحث على الثنائي مصعب ساسي وكذلك درامي ميكايلو اللاعب المالي البوركيني. علي البريقي ثم بلال بن مسعود، كرة في الوسط إلى فرانك كوم، وبطبع إقحام متوسط ميدان هجومي بلال بن مسعود بالنسبة للمدرب لافاني، مدرب درب في آسيا، درب في الخليج العربي، ودرب في افريقيا. والحوار بين رضوان الفالحي وكذلك احمد العكيشي، والمحاوله والاصرار من مهاجم الترجي الرياضي التونسي، والتدخل بالنسبه لايمن المثلوثي
غازي عبد الرزاق يسترجع مكانه من الجهة اليسرى لدفاع النجم الرياضي الساحلي. وائل بلكح رصيده إلى حد الآن 4 أهداف، يسجل عادة ضربات الجزاء. كرة ترجع في وسط الميدان، بالنسبة لوسط الترجي في غياب ثلاثي هام جدا في تركيبة المدرب ماهر الكنزاري. البحث على ميكايلو والكرة مباشرة للحارس معز بن شريفية في هذه الدقائق الأولى للشوط الأول. وبالطبع الجديد إقحام وسيم النغموشي لاعب منتخب الأصاغر باش يلعب كأس العالم لهذه الفئة في الخليج العربي بعد أشهر قليلة. عنتر يحيى التوزيعة في مناطق النجم الرياضي الساحلي والتغطية من زياد بوغطاس لاعب شاب كذلك منحو الثقة المدرب لافاني اللي عنده عروض كذلك باعتبار انه عقده ينتهي بعد اشهر قليله مع النجم وحقق نتائج ايجابيه لحد الان. التواجد في دور قريب من لقاءات المجموعات في كاس الاتحاد الافريقي. نفس الوضعيه للترجي، مشارك في جويليا المقبل في لقاءات المجموعات في كاس رابطه الابطال الافريقيه البدايه في شهر جويليا في مجموعة تعتبر في متواول نسبيا لكن كل شيء ممكن في القارة الأفريقية. أصعب منافس هو كوتون سبور قروة، سبق له وتراهن مع الترجي الرياضي التونسي. المخالفة لوائل بلكحل، زياد بوغطاس للحارس المخضرم حارس الخبرة أيمن المثلوثي. نذكر الموسم الفارط في لقاءات الفريقين كانت كذلك لقاءات في كأس رابطة الأبطال الأفريقية. الترجي كان فاز في البطولة ذهابا وإيابا. معركة وسط الميدان هامة في هذه الدقائق الأولى. علي البريقي، زياد بوغطاس في انتظار عودة رامي البدوي اللي كذلك باش يتخلف على 3 لقاءات لأسباب تأديبية بعيد على التشكيلة. وبالطبع مكانه ثمين. الكرة مباشرة عليا البريكي، عليا البريكي عملية فنية. وائل بلكحل والتغطية من كريم العواضي صاحب هدف لقاء الأجوار، ثم بلال بن مسعود واسترجاع الكرة من لمجد الشهودي. تخريجة من لمجد الشهودي مباشرة للحارس أيمن المثلوثي. واضح التركيز من النجم الرياضي الساحلي على الجهة اليمنى، جهة علي البريكي اللي كان لعب 15 مباراة إلى حد الآن مع النجم وسجل هدف. كذلك حوار بين غازي عبد الرزاق وأريسون أفول. كذلك الجهة اليمنى للترجي هامة ومساهمة في النتائج الإيجابية إلى حد الآن لتشكيلة فريق باب السويقة. درامي ميكايلو والتماس للنجم الرياضي الساحلي. معركة وسط الميدان هي الفيصل ونشوف اللاعب منحصر أكثر في وسط الميدان لحد الآن وغياب الفرصة السانحة للتسجيل في هذه الدقائق الأولى للمباراة. 220 هدف تسجلوا في لقاءات الفريقين، 114 للترجي 106 بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي. كرة خاطئة وأحمد العكيشي وخبرة السنين بالنسبة لمحور دفاع النجم والتغطية كذلك من اللاعب الشاب زياد بوغطاس. حاول تجاوزه أحمد العكيشي. 8 مباريات وهدف مع الترجي الرياضي التونسي. علي البريكي ضغط عالي من وسط ميدان الترجي الرياضي التونسي. الكرة ممتازة من وسيم النغموشي لكن توزيعته وتمريرته كانت خاطئة والتغطية كانت ممتازة. هذا هو درامي ميكايلو، درامي ميكايلو والمخالفة للنجم الرياضي الساحلي. المخالفة والانذار، الانذار لسامح الدربالي. انذار بالطبع كي مدافع في الدقائق الأولى ينذر معناها يلزم يرد باله. نشوفوا اللاعب درامي ميكايلو والتدخل، التدخل واضح من سامح الدربالي والانذار ضد مدافع الترجي الرياضي التونسي. اذا مخالفة جانبية، واضح المهارات الفردية من الجانبين تنجم تحدث الفارق اليوم في قمة أولمبي سوسة. وبلال بن مسعود
في تنفيذ المخالفة. لاعب ما لقاش مكانه دائما كأساسي في التشكيلة. الكرة مباشرة للحارس معز بن شريفية حارس المستقبل الكرة التونسية، وكانت علاقة وتيدة ممتازة مع أيمن المثلوثي رغم أنه خسر مكانه بين ظفرين ورياضيا في كأس أمم أفريقيا الأخيرة، لكن كان أول مساند، كان أول مشجع لحارس الترجي التونسي، وأكد وأيضا كان نوه بخصاله عنتر يحيى. ما زالت مخالفات الإصابة ضد النادي الإفريقي يوم الأحد الماضي. علي البريكي، درامي ميكايلو، غازي عبد الرزاق إلى فرانك كوم، أيضا هام في تركيبة وسط الميدان حامد النموشي، وائل بلكحل، خليل شمام، والكرة للترجي الرياضي التونسي، والإشارة من الحكم المساعد الأول العربي المنصور. إذا علي البريكي من الجهة اليمنى، غازي عبد الرزاق من الجهة اليسرى، محور وسط الدفاع زياد بوغتاس، وأيضا رضوان الفالحي، فرانكوم، وائل بلكحل، حامد النموشي، بلال بن مسعود، رباعي وسط الميدان، والثنائي درامي ميكايلو ومصعب ساسي في الهجوم. هذايا التركيبة التكتيكية التقريبية بالنسبة للنجم من جانب الترجي. راه يوسف البليلي، أليسون أفول، وكذلك لمجد الشهودي، أيضا ثنائي ثم كريم العواضي ووسيم النغموشي. وبطبع الترجي اللي يعتمد عادة على الطريقة 4-3-2-1، والكرة باش تبقى للترجي الرياضي التونسي. طريقة قديمة منذ 1998 مثلا 4-3-2-1، كان المنتخب الفرنسي فاز بكأس العالم بتلك الطريقة مع ثلاثي محوري دفاعي في وسط الميدان، كارومبو، ديشان، وبوتي، أمامهم جيركايف وزين الدين زيدان وقلب هجوم. بطبع مدرسة تكتيكية الكرة الفرنسية. التوزيع مباشرة لغازي عبد الرزاق ثم فرانك كوم، وتجاوزنا العشر دقائق الأولى للشوط الأول، والتعادل دائما صفر مقابل صفر بين الفريقين، والكرة باش تبقى للنجم الرياضي الساحلي. وبطبع شفنا التدخل الأخير، نشوف العمل من فرانك كوم والهفوة من وسيم النغموشي، تألق مع المنتخب الوطني التونسي والمركز الثالث في كأس أفريقيا للأصاغر، وأهل منتخبنا لنهائية كأس العالم بعد سنة 2007. وجيل بلال لعيفة ويوسف المساكني ومصعب سيسي أيضا. درامي ميكايلو، درامي ميكايلو ماخذ الأسبقية حاليا، والتغطية من شمس الدين الذوادي، شمس الدين الذوادي. كذلك حوار داخل المباراة بين مدافع الترجي وكذلك زملائه سابقا في النجم الرياضي الساحلي، لعب مع النجم ضد الترجي خاصة أيضا في كأس رابطة الأبطال الأفريقية لكرة القدم. درامي ميكايلو، ونشوفوا التدخل ممتاز، يمر بفترة مواتية بفترة انتعاش قصوى شمس الدين الذوادي المنتدب منذ أشهر قليلة من النجم الرياضي الساحلي. إذا نتمنى أن تدور اللقاءات مرحلة التتويج من هنا إلى يوم 29 ماي المقبل في كنف الروح الرياضية، وبه لقاءات بين أربع الفرق الكبار حاليا في ظرف وجيز، به معناها اللعب تحت الضغط بالنسبة للاعبين الشبان باش يتمرسوا يكتسبوا الخبرة، وكذلك بالتوازي مع التزامات واستحقاقات الأندية التونسية على المستوى الأفريقي. شوفوا التدخل الأخير كان سليم من جانب مدافع الترجي الرياضي التونسي اللي يعاني من مخالفات إصابة تعرض لها في مباراة بجاية، لكن كان حاضر ضد النادي الصفاقسي وسجل هدف، وكذلك كان أساسي ضد النادي الأفريقي. وشفنا في هذه المباراة إلى حد الآن التوغلات من درامي ميكايلو، في مرة أولى كان سامح الدربالي أنذر، هذه المرة دخل مناطق الجزاء، وتدخل سليم من شمس الدين الذوادي لشكل المحور، وتغيير كلي للمحور بالمقارنة مع الترجي اللي كان مثلا خاض نهائي كأس رابطة الأبطال، اختيارات ماهر الكنزاري مع الثنائي عنتر يحيى وشمس الدين الذوادي. وبالطبع موش الثنائي اللي نعرفه في المحور محمد بن منصور وأيضا وليد الهشري، فرانك كوم
سيد بوغطاس، قيمة الرهان، قيمة النتيجة بالنسبة لباقي لقاءات مرحلة التتويج للفريقين. نفس الوضعية تنطبق على مباراة أولمبي رادس بين النادي الإفريقي والنادي الرياضي الصفاقسي. زياد بوغطاس الترجي نذكر كان فاز ذهبا وإيابا في الموسم الفارط على النجم الرياضي الساحلي، آخر انتصار النجم في جانفي 2011 5-1. الكرة لصالح الترجي الرياضي التونسي والمخالفة ليوسف البليلي. يوسف البليلي وأمامكم زياد بوغطاس. إذن وسط الميدان نشوفوا وين يمشي زياد بوغطاس، يبعد على مناطقه في التغطية، يمشي في ضغط عالي باعتبار أنه يحاول تفادي التدرج والوصول لمناطق النجم ليوسف البليلي اللي كان حاسم خاصة في المباراة الأولى الأسبوع الماضي. أحمد العكيشي، أحمد العكيشي مباشرة 6 أمتار للنجم الرياضي الساحلي. ذكر أن مدرب النجم الرياضي الساحلي دنيس لافاني كان خاض مع فريق قروة منافس الترجي المقبل في كأس الأبطال في لقاءات المجموعات نهائي هذه المسابقة 2008 ضد الأهلي المصري فرانك كوم. الكرة مباشرة لأريسون أفول، أريسون أفول ثم غازي عبد الرزاق يهدي الكرة لوسيم النغموشي وترجع لصالح الترجي الرياضي التونسي. المحاولات بالنسبة لسامح الدربالي، سامح الدربالي دائما التركيز على أريسون أفول لكن أثبت فرانك كوم وبلال بن مسعود. الكرة مباشرة لدرامي ميكايلو وترويض خاطئ من البوركيني المالي مهاجم النجم الرياضي الساحلي. درامي ميكايلو إلى حد الآن 7 مباريات وزوز أهداف، كذلك اللاعب ثم مونسيات بودجت هذا اللاعب الكونغولي كذلك في بعض الدقائق لعب وتم انتدابه أيضا في فترة التنقلات الشتوية. التغطية من رضوان الفالحي بتبع يسير الدفاع وتجربة احترافية في ألمانيا منذ سنوات قليلة لعب النهاية الإفريقية مع المنتخب الوطني التونسي، واضح أكثر لاعب خبرة في دفاع النجم مع أيمن المثلوثي. الترجي يرجع إلى الجهة اليمنى، المحاولة، المحاولة من اللاعب الشاب وسيم النغموشي لانطلاقة في الاحتراف مع الأكابر في لقاء تقليدي عادة ما يكون صعب. وثم مصعب ساسي والمتابعة من شمس الدين الذوادي، يبعد على شمس الدين الذوادي، مصعب ساسي، مصعب ساسي المحاولة للنجم الرياضي الساحلي والتصويبة بعيدة، التصويبة بعيدة وبدون عنوان. إذن المحاولة الأخيرة بالنسبة لعليا البريكي كانت وضعية متاع تسديد أمام مرمى الحارس معز بن شريفية وعليا البريكي في التصويب لكن بعيدة. هذه المرة يتسرب مصعب ساسي من الجهة اليمنى يمهد والتصويبة بعيدة. 34 تعادل في حوارات الفريقين إلى حد الآن. رضوان الفالحي، وسيم النغموشي، ممتاز رضوان الفالحي ثم الانطلاقة من درامي ميكايلو، درامي ميكايلو وسامح الدربالي محاولة تفادي خروج الكرة والتماس للنجم الرياضي الساحلي. أكثر وصول إلى حد الآن النجم لمناطق الترجي الرياضي التونسي لكن الكرة الأخيرة ضيع وتبقى في مناطق الترجي الرياضي التونسي. درامي ميكايلو، درامي ميكايلو يحاول التوغل، درامي ميكايلو والاستماتة متواصلة ويبعد الكرة لمجد الشودي ثم يوسف البليلي، خليل شمام مباشرة ليوسف البليلي والتغطية من عليا البريكي، واضح الاستماتة من الفريقين. خليل شمام، خليل شمام إلى يوسف البليلي وثم فرانك كوم، فرانك كوم في التغطية على عليا البريكي. فرانك كوم يسير الجانب البدني النجم الرياضي الساحلي. نشوفه فرانك كوم
معناها متوسط ميدان دفاعي يمشي إلى الجهة اليمنى في التغطية، يعرف أنه ترجي يحاول إحداث التفوق العددي مع يوسف البليلي وكذلك خليل الشمام. درامي ميكايلو، درامي ميكايلو، ومن جديد الكرة للترجي الرياضي التونسي. لمجد الشودي مباشرة ليوسف البليلي، يحب لاعب ضد لاعب يوسف البليلي، أمامه علي البريكي وقف أمامه، ثم المحاولات من حمد النموشي، وائل بلكحل، حمد النموشي يبعد على كريم العواضي، ثم مصعب ساسي، مصعب ساسي مباشرة لبلال بن مسعود، الصعود من غازي عبد الرزاق. إن شاء الله المستوى يرتقي لقيمة لقاء القمة بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي في مرحلة التتويج. علي البريكي، علي البريكي يحاول التوغل، ولمجد الشودي ثم عنتر يحيى، مباشرة فرانكوم، فرانكوم تضيع عليه الكرة، ويوسف البليلي في مهاراته واستعراضه الفني يحب المساحات. يوسف البليلي تلب الكرة من أريسون أفول، وفرصة للترجي الرياضي التونسي، وتصويبة مباشرة للحارس أيمن المثلوثي. إن شاء الله الراو كان الكرة إلى حد الآن ثمش حسابات في لقاء الترجي والنجم الرياضي الساحلي، لعب مفتوح وكل فريق يسعى للتسجيل، باعتبار أن الترجي يسعى لتأكيد انتصار الأحد الماضي أمام النادي الأفريقي، والنجم يسعى للتدارك تدارك الهزيمة أمام النادي الرياضي الصفاقسي. رغم الهزيمة جماهير النجم، جماهير الإتوال، صفقت لفريق عاصمة الجنوب، هذا من حبوه في كرة القدم التونسية. بلال بن مسعود، الكرة تبقى في منطقة الترجي الرياضي التونسي وما توصلش. درامي ميكايلو، والتغطية بصعوبة من شمس الدين الذوادي، والمخالفة للترجي الرياضي التونسي لا أسبقية اللعب يقول الحكم غازي بن غزيل. الكرة لأحمد العكيشي، أحمد العكيشي، وثم أمامه زياد بوغطاس، واضح رضوان الفرح يمشي لأحمد العكيشي، وكي أيضا في المتابعة ثم زياد بوغطاس، وائل بلكحل، والصعود لعلي البريكي، علي البريكي، مصعب ساسي، مصعب ساسي لعلي البريكي، متسلل، التسلل ضد علي البريكي، إلقاء الحلول الترجي لإيقاع العملية الثنائية ومحاولة إحداث التفوق العددي من جهة علي البريكي بتطبيق دفاع الخط. أمامكم كانت وضعية التسلل المعلنة على الظهير الأيمن للنجم الرياضي الساحلي. التسلل وتنفيذ لمعز بن شريفية خاض كل اللقاءات باستثناء شوط ثاني في ديسمبر الماضي في مباراة الترجي والنادي الافريقي، وكان عوض وسيم نوره. امامكم الاطار الفني للترجي، ماهر الكنزاري من مواليد 1973، وبالطبع مسهل تدريب الترجي، ضغط كبير، ونفس الوضعيه في النجم. فرق هذيا مطالبه بالانتصارات بالتتويجات، وضغط موجود في المجموعه، وذي بالطبع قانون الكره المحترفه. مصعب ساسي، وائل بلكحل، أربع أهداف إلى حد الآن في البطولة، لاعب يتأقلم مع عديد المراكز حتى في خطة ظهير. رضوان الفالحي، بلال بن مسعود، حس ثم بتبع مباريات داخل المباراة هذيا، حوارات ثنائية، حوارات تكتيكية، كل اللاعبين يعرفوا بعضهم. نشوفوا أحمد العكيشي يمشي له مباشرة رضوان الفالحي، ايضا شمس الدين الذوادي يعرف الخصال نتاع مصعب ساسي، وكذلك وائل بلكحل، وايضا حامد النموشي، وبقيه اللاعبين لعب معاهم الموسم الفارط. لمجد الشهودي لحد الان بتبع اكتفى اكثر بدور في الربط بين الدفاع وسط الميدان، باعتبار انه ثم الضغط من جانب النجم اللي يركز على جهة مصعب ساسي، وكذلك درامي ميكايلو، وأيضا علي البريكي اللي يأتي من الخلف الترجي يعول في الجهة المقابلة على سرعة يوسف البليلي في فتح الثغرات، كذلك محاولات أحمد العكيشي في المحور، وأيضا صعود أريسون أفول وسامح الدربالي من الجهة اليمنى. بوغطاس، علي البريكي،
من جديد بوغتاس حمد النموشي بعد سلسلة من الإصابات استرجع مكانه في التشكيلة، كان لعب أول لقاء مع المنتخب الوطني التونسي سنة 2005 في مباراة ضد الملاوي والفوز 7-0، لعب في أندية معروفة كما غلاسكو رانجرز، وكان سجل كذلك حتى في كأس أبطال أوروبا لكرة القدم حمد النموشي، لكن في فترة ما نجحش مع فريق لوريون واختار الاحتراف في تونس على عكس نبيل تايدر اللي ما قعدش في النجم الرياضي الساحلي. درامي ميكايلو يختار التصويب، وكان امامه شمس الدين الذوادي وبوغتاس من جديد يعيد النجم الساحلي بناء الهجوم. علي البريقي وائل بالاكحل، علي البريقي درامي ميكايلو والكره تبقى للترجي الرياضي التونسي، ويشير غازي بن غزيل على درامي ميكايلو باش ينهض رغم مطالبته بمخالفه ضد دفاع الترجي الرياضي التونسي. شوفوا درامي ميكايلو والمطالبه بضربه جزاء من جانب النجم الرياضي الساحلي، كان التدخل من عنتر يحيى وكان قريب الحكم غازي بن غزيل. كذلك مراد بن حمزه كان ادار لقاء الاجواء رغم انه ما كانش حكم دولي، لكن عموما خرج نجم نقولوا من وضعيه لقاء الاجواء، واللاعبين على الميدان مطالبين باش يساعدوا الحكم. في اوروبا اللاعبين يساعدوا الحكم باش يكون في المستوى المعمول، وبالطبع يلزم كذلك حكم في قيمه لقاءات التتويج، وبالطبع حتى نفسانيا يكون الانضباط سائد على الميدان والروح الرياضية، بطبع الحكم يكون في المستوى المأمول. ومصعب ساسي مسجل لهدف في اللقاء الأول ضد النجم ضد النادي الأفريقي. كذلك اللاعب حامد النموشي عنتر يحيى وعلي البريكي، عملية فنية ممتازة، يتوغل علي البريكي والتغطية من خليل شمام، ممتاز التوغل كان منذ قليل بعملية فنية من علي البريكي، من اللاعبين الساعدين الأسهم تاعهم حاليا في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الدقيقة 26 للشوط الأول، وننتظر في الأهداف، وبالطبع ما يتحسن النسق وبطبع ويكثر الحماس ويكثر الضغط على الميدان إلا بالأهداف. واضح نية الفريقين في تحقيق الانتصار اليوم. فرانكوم التصويبة بعيدة، خاصة وأن النجم يحاول استغلال لقاءات على ميدانه، مازال عنده لقاء أخير على ميدانه في الأسبوع المقبل يوم 23 ماي أمام فريق النادي الأفريقي. وبطبع بالنسبة للترجي يستقبل النادي الصفاقسي والنجم الساحلي في تونس، كذلك عنده لقاء أجوار يوم 26 ماي المقبل بالنسبة للأفريقي. بعد لقاء النادي الصفاقسي يمشي لسوسة يلعب مع الترجي، وكذلك يمشي إلى صفاقس، ينتقل لصفاقس في آخر جولة. هذه الوضعيات للمتراهنين، إن شاء الله بتابع مرحلة تتويج بهذه طريقة تعود بالنفع على هذه الأندية. والاندفاع من لمجد الشهودي ولا وجود لمخالفة، يقول غازي بن غزيل الإشارة بمواصلة اللعب. بلال بن مسعود إلى غازي عبد الرزاق، غازي عبد الرزاق متغيب على المباراة الأخيرة. درامي ميكايلو يشكل خطر حاليا على دفاع الترجي الرياضي التونسي، التصويبة من درامي ميكايلو، التصويبة من المالي البوركيني. في الأثناء يبقى لمجد الشهودي على أرضية الميدان، وبتبع قلنا إن شاء الله الروح الرياضية تكون هي السائدة على الميدان، يجب بتبع عدم التفاعل مع أي حركة، وأيضا يجب الهدوء من كامل اللاعبين وكل اللاعبين. معز بن شريفية بتبع وأيضا رضوان الفلحي يزم يعطيوا المثال في الانضباط على الميدان، وبتبع لاعبين يعرفوا بعضهم من المنتخب الوطني التونسي. درامي ميكايلو بتبع كان في نجم نقوله في حوار مع معز بن شريفية، وبتبع واضح الضغط معناه منطقي جدا. نشوفوا مثل هذه الوضعيات في هذه اللقاءات، راهو موجودة في كامل ملاعب العالم، و
يجب معناها اللاعبين يكون ثم برود الدم برود الأعصاب ويتواصل بتبع توقف اللعب وإسعاف لمجد الشودي وفي انتظار استئناف اللعب. نذكر أن النجم الإسلاحلي يلعب يوم السبت المقبل أمام فريق شبيبة بجاية وتنقل حسب آخر الأخبار باش يكون عبر طائرة خاصة لضمان أوفر جوانب الراحة بالنسبة للنجم الإسلاحلي. نفس الوضعية للنادي الرياضي الصفاقسي وبالطبع التزامات هامة الأندية التونسية. النجم والنادي الصفاقسي في حالة التأهل يكونوا في نفس المجموعة في كأس الكاف على عكس النادي البنزرتي منطقيا باش يكون في حال تأهل من الإسماعيلي في مجموعة مازيمبي ووفاق ستيف. بالطبع في حالة التأهل كرة ترجع لصالح النجم في وسط الميدان وائل بلكحل. تبقى الكرة للنجم الرياضي الساحلي فرانك كوم مصعب ساسي بلال بن مسعود بلال بن مسعود والمخالفة للترجي التونسي ووسيم النغموشي. وسيم النغموشي يلعب بدون مركبات إلى حد الآن في لقاء القمة رقم 113 بين النجم والترجي الرياضي التونسي. عديد اللاعبين المعروفين في تاريخ الكرة التونسية بدأوا في سن صغيرة 17 سنة معناها عديد اللاعبين المعروفين هذه هي معناها الموهبة أكيد تخلي الإطار الفني لأي فريق يسارعوا بتشريكهم في الأكابر. لاعب منتدب من الترجي الرياضي التونسي وتألق في الصيف الماضية مع منتخب الصغر في المنستير في المسابقة العربية والفوز المنتخب التونسي آنذاك وعديد اللاعبين كذلك عبود متوسط ميدان أيضا بارز وجدير بالاهتمام وحازم الحاج حسن أيضا وعديد اللاعبين الممتازين أكيد باش يشرفوا الكرة التونسية. وائل بلكحل والمحاولة من درامي ميكايلو والتغطية من شمس الدين الثوادي. الكرة لصالح النجم الرياضي الساحلي. هذا هو الربع ساعة الأخير بالنسبة للشوط الأول. كرة في المحور وأحمد العكيشي من جديد علي البريقي التوزيع مباشرة معز بن شريفية سد منيع معز بن شريفية في دفاع الترجي الرياضي التونسي والحارس الأول حاليا للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم كريم العوضي كان سجل الموسم الماضي هنا في الملعب الأولمبي بسوسة وفوز الترجي في جوان الماضي. أحمد العكيشي والكرة تماس للترجي الرياضي التونسي اللي يدرج من الجهة اليسرى. شوفوا أليسون أفول كان من الجهة اليمنى حاليا يمشي للجهة اليسرى. ينجم يكون أيضا صنع ألعاب عنده عديد الخصال وعديد الأدوار في الميدان. خليل شمام أحمد العكيشي تبقى الكرة لأريسون أفول أريسون أفول ثم خليل شمام يبعد الكرة المدافع المحوري زياد بوغطاس عنتر يحيى وسيم النغموشي وعكس الهجوم من مصعب ساسي عكس الهجوم من مصعب ساسي مصعب ساسي البحث على وائل بلكحل وثم سامح الدربالي والركنية للنجم الرياضي الساحلي. شوفوا كان توغل وضغط من جانب متوسط ميدان النجم الرياضي الساحلي على مدافع الترجي. شوفوا الحوار الأخير والركنية لتشكيلة المدرب الفرنسي لافاني. التوزيعة يخرج بسلام من هذه الوضعية دفاع الترجي والصعود من عنتر يحيى اللاعب الصلب سابقا قائد المنتخب الجزائري. تغيير وجهة اللعب من جانب الترجي الرياضي التونسي محاولة في عكس الهجوم من جانب سامح الدربالي وترجع الكرة للنجم الرياضي الساحلي وفرانك كوم
مقابلة تكتيكية بالأساس، حتى كي يصعد مدافع تكون التغطية من متوسط ميدان كما في هذه الوضعية. فرانك كوم مكان رضوان الفالحي، وفي الترجي كذلك نفس الوضعيات مع صعود خاصة شمس الدين الذوادي. وسيم النغموشي والمخالفة لمتوسط الميدان الشاب للترجي الرياضي التونسي. إذا مخالفة للترجي والهفوة المرتكبة من فرانك كوم. إذا يلعب بدون مركبات متوسط ميدان الترجي، ومحاولة تجاوز متوسط ميدان النجم الرياضي الساحلي. إذا الغيابات خلت المدرب ماهر الكنزاري الثلاثي البارز في وسط الميدان، خالد الملهي، حسين الراقد، ومجدي تراوي. شوفوا لاعب الشاب للترجي الرياضي التونسي أكيد ينجم أيضا يشارك مع الترجي في قادم المراحل في كأس الأبطال، عنده رؤية على الميدان وأكد ذلك في كأس أمم أفريقيا الأخيرة. ممتاز بتبع التعويل على الشبان باش يتمرسوا ويكتسبوا الخبرة اللازمة، وبتبع أكيد مشاركته في مثل هذه اللقاءات قوي في شخصيته وكذلك خصاله التكتيكية وأيضا الفنية. يستأنف اللاعب بمخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي، الترجي اللي فاز 42 مرة في حواراته مع النجم الرياضي الساحلي مقابل 36 انتصار من جانب النجم الرياضي الساحلي و34 تعادل. وبتبع اليوم المباراة رقم 113 بين الفريقين. الموسم قبل الماضي كان تسابق وتلاحق وأيضا تشويق بين الفريقين من أجل إحراز اللقب. جوج فرق خاضوا أيضا نهائي كأس تونس لكرة القدم. وائل بلكحل يمشي له أريسون أفول، وائل بلكحل مباشرة للحارس الدولي معز بن شريفية. كرة طويلة إلى زيد بوغطاس، فرانك كوم، غازي عبد الرزاق، لاعب السابق لأمل حمام سوسة فرانك كوم، أمام لمجد الشهودي حامد النموشي، رضوان الفالحي حامد النموشي، كريم العواضي يسترجع الكرة الترجي وعكس الهجوم أحمد العكيشي كريم العواضي في مناطق النجم الرياضي الساحلي التوزيعة والبحث على لمجد الشهودي والاسترجاع الكرة من أيمن المثلوثي، محاولة في عكس الهجوم من علي البريكي والتدخل في وسط الميدان في تعطيل الهجوم من وسيم النغموشي، ثم خليل شمام التدخل الناجح من الظهير الأيسر وقائد الترجي فرانك كوم. درامي ميكايلو أمام سامح الدربالي، درامي ميكايلو، مصعب ساسي والكرة خارج الميدان. المحاولة الثنائية بين درامي ميكايلو ومصعب ساسي والتصويبة كانت خارج الميدان. إعادة للمحاولة من مهاجم النجم الرياضي الساحلي بعد كرة في ظهر دفاع الترجي الرياضي التونسي. مصعب ساسي كان لاعبين البارزين في منتخب الصغر 2007. كرة باش ترجع للترجي، احمد العكيشي، رضوان الفالحي 16 مباراة كان دائما حاضر في لقاءات النجم. نفس الوضعية لمعز بن شريفية من جانب الترجي الرياضي التونسي. ايمن المثلوثي فرانك كوم، شفنا منذ قليل عملية ثنائية لكن التصويبة كانت جانبية من مصعب ساسي، درامي ميكايلو، غازي عبد الرزاق يربح المساحة، ثم بلال بن مسعود اللاعب السابق للمستقبل الرياضي بالمرسى يغير الوجهة إلى علي البريكي بلال بن مسعود علي البريكي. فرانك كوم
فرانك كوم، رضوان الفالحي، رضوان الفالحي، رضوان الفالحي، درامي ميكايلو، درامي ميكايلو، والتغطية من شمس الدين الذوادي، وثم السامح الدربالي، والاستماتة والتألق إلى حد الآن للمدافع شمس الدين الذوادي، يقوم بمباريات ممتازة. وائل بلكحل يختار التصويب، وائل بلكحل، والتألق لمعز بن شريفية، ممتاز معز بن شريفية في المكان المناسب لتفادي التصويبة القوية من وائل بلكحل. التصويبات أمامكم والإحصائيات أمامكم، حامد النموشي، حامد النموشي والركني. التغطية من كريم العواضي بعد استماتة من الحارس معز بن شريفية، فسب الخبرة اللازمة معز بن شريفية، أصبح من نقاط قوة الترجي الرياضي التونسي، بطل الموسم الفارس. وائل بلكحل علي البريكي إلى فرانك كوم، رضوان الفالحي، والتماس للترجي الرياضي التونسي، التماس للترجي الرياضي التونسي. إذا كانت تسويبة من وائل بلكحل منذ قليل، كانت تسويبة ممتازة، وأيضا الامتياز لمعز بن شريفية بعد الكرة من مناطق الجزاء، قرأ اتجاه الكرة الأخيرة. أريسون أفول، كرة كانت من وسيم النغموشي علي البريكي لمحاولة النجم الرياضي الساحلي، وخليل شمام، خليل شمام، والمخالفة واضحة، المخالفة واضحة من مصعب سيسي، واضح ثم الجذب من القميص بالنسبة لمصعب سيسي على خليل شمام. أريسون أفول، كريم العواضي، والكرة مباشرة لزياد بوغطاس ودفاع النجم الرياضي الساحلي. وائل بلكحل علي البريكي، فرانك كوم، دقائق الأخيرة بالنسبة للشوط الأول، ثم الفرص، لكن ننتظر في الأهداف في لقاء القمة بين الفريقين. درامي ميكايلو يتبع فيه عنتر يحيى، درامي ميكايلو، الكرة للنجم الرياضي الساحلي، ثم حامد النموشي، توزيعة من حامد النموشي، وسامح الدربالي يروض الكرة مباشرة لحارس مرماه. كرة طويلة من حارس الترجي الرياضي التونسي بوغطاس، يوسف البليلي، يوسف البليلي أمام غازي عبد الرزاق، وغازي عبد الرزاق يفتك الكرة من يوسف البليلي، وحاليا استرجاع الكرة من جانب النجم، محاولة تفادي التماس والتماس لصالح الترجي الرياضي التونسي بعد سلسلة من المحاولات بين الجانبين. شوفوا الكرة الأخيرة والتغطية من سامح الدربالي، محاولة تفادي تماس بعد ذلك من جانب النجم، لكن الكرة ترجع للترجي، وبعد قليل إدريس المحيرسي اللي يسترجع مكانه في التشكيلة وفي رصيد الترجي التونسي، لاعب منتخب الأوسط باش يرجع للتشكيلة بعد قليل. نشوفوا ينتظر في دخوله وإقحامه في التشكيلة الأساسية. إذا بعد قليل إدريس المحيرسي باش ياخذ مكانه في التشكيلة، حسب بطبع اختيارات المدرب ماهر الكنزاري، كريم العواضي والهفوة. إذا لمجد الشهودي مصاب، يغادر الميدان، وإدريس المحيرسي ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية. لاعب كذلك سريع في الأروقة، إدريس المحيرسي لاعب شاب، وبطبع سجل عديد الأهداف، وشارك حتى في المسابقة الأفريقية للترجي الرياضي التونسي. أحمد العكيشي، محاولة الابتعاد على بوغطاس، وفرصة لأحمد العكيشي، أحمد العكيشي، والتألق للحارس أيمن المثلوثي، فوت الفرصة أحمد العكيشي لأحداث الفارق للترجي الرياضي التونسي. كان في وضعية سانحة للتسجيل، تجاوز زياد بوغطاس وصوب بالرجل اليسرى، وكاد يسجل. إذا فرصة لأحداث الفارق من جانب الترجي بعد فرصة منذ قليل من وائل بلكحل.
إذن مخالفة في الأثناء لصالح النجم الرياضي الساحلي وبلال بن مسعود. إذن فوت ترجي فرصة التسجيل، كان في وضعية سانحة أحمد العكيشي لتسجيل الهدف، كان وجه لوجه بعد تجاوز وابتعاده على زياد بوغتاس. فرانك كوم يصاب حاليا ايضا يوسف البليلي المتابعه، وثم 6 امتار لصالح الترجي الرياضي التونسي. شفنا نسق، شفنا فرص الى حد الان في الشوط الاول، وشفنا رغبه من الفريقين للتسجيل وتغيير اضطراري من المدرب ماهر الكنزاري منذ قليل بعد إصابة لمجد الشهودي وإقحام إدريس المحيرسي في التشكيلة الأساسية. معز بن شريفية، وائل بلكحل، كريم العواضي، والتماس للنجم الرياضي الساحلي علي البريقي في تنفيذ التماس. علي البريقي، مصعب ساسي، ترويض خطأ، كان أقصي في المباراة الأولى، تخلف على مباراة النجم الساحلي ونادي صفاقسي، ثم بالطبع رجع في هذه المباراة لقاء القمة رقم 13 بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي. ننتظر الأهداف دائما في هذه المباراة، رغم أن الشوط الأول لم يخلو من الفرص السانحة للتسجيل من الجانبين، وأيضا قراءة في فترة ما بين الشوطين لمردود الفريقين. علي البريقي والتغطية من أريسون أفول، لكن يحاول استرجاعها وائل بلكحل ويرتكب المخالفة، ودقيقتين وقت بديل بالنسبة للشوط الأول. شوفوا كريم العواضي، والمخالفة واضحة مرتكبة من وائل بلكحل. بالنسبة لوائل بلكحل 11 مباراة وأربع أهداف إلى حد الآن، يبلغ من العمر 28 سنة. معز بن شريفية 16 مباراة، كان دائما أساسي في التركيبة، وخبرة اكتسبها كذلك من اللقاءات بالنسبة للمسابقة القارية كأس رابطة الأبطال الأفريقية لكرة القدم، وأيضا اكتسابه لخبرة مع المنتخب التونسي ومشاركته في الكأن الأخيرة في جنوب افريقيا. تبقى المحاولات للنجم فرانك كوم ووائل بلكحل، وثم خليل شمام، مستميت خليل شمام، ايضا تغطيه من كريم العواضي، وكذلك عنتر يحيى واريسون افول والتماس لصالح النجم الرياضي الساحلي. نعيش الثواني الاخيره للوقت البديل بالنسبه للشوط الاول، ودائما التعادل 0-0. صاحب الطليعه في مجموعه التتويج الترجي ب6 نقاط، والنجم اللي في رصيده 3 نقاط الى جانب النادي الرياضي الصفاقسي. درامي ميكايلو، المحاوله من درامي ميكايلو والتغطيه من دفاع الترجي الرياضي التونسي. الاستماته متواصله من دفاع الترجي مقابل المجهود الفردي من جانب لاعب درامي ميكايلو اللي كاد يسجل في هذه الثواني الاخيره بالنسبه للشوط الاول، عكس الهجوم من دريس المحيرسي وغازي عبد الرزاق، ثم رضوان الفالحي. المدافع يحاول الصعود والمساهمه في التفوق العددي، كره عكسيه، ثم فرانك كوم. ونهايه الشوط الاول مشاهدينا الكرام متابعينا على الوطنيه، والتعادل 0-0. مباشرة للاستوديو التحليلي وتفاصيل ظافية حول مردود الفريقين. إذن نهاية الشوط الأول بين النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسي بالتعادل السلبي 0-0. في رادس إلى حد الآن النادي الصفاقسي متقدم على حساب النادي الافريقي 1-0، هدف محمد علي منصر. نبدا معك سي محمود، يظهر لي الترجي يلقى صعوبات كبيره في وسط الميدان، وكما تحدثنا قبل المباراه صعيب برشا، معناها تعويض 3 من لاعبيه في قيمه المولهي وايضا التراوي والراقد
في مباراة كيما هكا. صحيح صحيح، توا الفرق ما بين المقابلات الأولى اللي لعبها نتاع الترجي الرياضي التونسي والمقابلة نتاع اليوم، بخلاف الغياب نتاع الراقد، راهو الأفكار تشبه لبعضها. الترجي شفناه في صفاقس، شفناه مع النادي الإفريقي، يفتك وسط الميدان، يقعد يعمل بلوك با، يلعب على يعمل على سرعة البلايلي، على سرعة أفول، على سرعة العكيشي، لكن وسط الميدان يخلط بسرعة كما المولي كما تراوي يخلط. اليوم الترجي الرياضي التونسي اختار باش اختار باش يقعد يعمل بلوك با، اختيار واضح، اختيار اللي زاد اكدوا الاختيار هو الضغط العالي نتاع النجم الرياضي الساحلي. هذا طنجي، ضغط عالي نتاع النجم الرياضي الساحلي، ضغط كبير. وافتكاك زاد ايضا منطقه وسط الميدان من جانب النجم الساحلي. صحيح، افتكاك وقت المنطقه هذيك هو بالضغط العالي اللي قاعد يعمل في الحلقه المفقوده بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي هي كوم والنموشي. ما رقاوش على شكون يتكاو قدام، بخلاف مصعب ساسي قاعد قاعد القدام قاعد حاصر. بلال بن مسعود طايح شويه نجم. بلال بن مسعود هو نجم تقول الحلقة المفقودة بالنسبة لوسط الميدان متاع النجم الرياضي الساحلي، اللي وين الكرة تجيه تحس انت الريتم قاعد عالي متاع النجم الرياضي الساحلي، ريتم عالي، تجي الكرة في ساق بلال بن مسعود تطيح الريتم متاع النجم الرياضي الساحلي. لكن النجم الرياضي الساحلي راهو عنده تو شهر ونص شهرين، الريتم دي جو متاعه، الريتم متاع اللعب متاعه تبدل. علاش؟ خاطر النجم الرياضي الساحلي نغزروا له كان يلعب ياسر عرضي على الميدان، تحسه برشا عرضي، توا ولا يلوج في الكرات في العمق في ظهر وسط الميدان، وراو فيهم برشا كور خرجوا هكاك، خرجوا البلكعل، خرجوا البلال بن مسعود اللي ما عرفش كيش يستعملهم، خرجوا للدرامي، خرجوا المصعب درامي. على ذكر الدرامي، معناها الى حد الان نجم نقولوا احسن مردود على الميدان في الشوط الاولين هذه هو الدرامي الحقيقه. معناها فما درامي، فما بلكحل، زاد عبد الخالق ما تنساش بلكحل قاعد يعمل في شوط ممتاز. زاد عندك فرانكوم زاد في وسط الميدان، افتكاك كوره وصنع لعب، فرانكوم قاعد معناتها يخرج في كرات نظيفه. نحكي على المستوى الهجومي، يعني خاصة على المستوى الهجومي تركزت الهجومات الكل نتاع النجم على درامي. صحيح صحيح. تبقى اذا كان باش ناخذوها من ناحيه اللعب، النجم الرياضي الساحلي عنده تفوق على الترجي الرياضي التونسي، اذا كان ناخذوها من ناحيه التفكير نتاع تنشيط الهجومي واللعب وافتكاك الكره، وحتى اونيفو ستاتيستيك النجم الرياضي الساحلي هو خذا الكرات اكثر ولعب الكره اكثر، ويلوج تحسه يلوج في الانتصار، اندفاع بدني كبير، اندفاع بدني وضغط عالي على حامل الكره. الترجي الرياضي التونسي اليوم البلايلي ماريناشي، ماريناشي اليوم اسمه الشهودي، ما شفناش الشهودي، ربما هاك الضغط هاك الكرات ماهيش قاعده تجيهم، هاك البناء الهجمه نتاع الترجي الرياضي التونسي ما ريناهاش. علاش؟ خاطر الضغط ما يلقاوش الاسباس، ما يلقاوش ديكالاج باش الكره تخرج. لذلك معناتها النجم خلق زوز كرات ثابته، زوز ركنيات، عمل زوز تسديدات كبار ما جات، لكن الانفراد نتاع العكايشي في الاخر، انفراد معناتها وجه لوجه مع المثلوثي، كان ينجم معناتها يسجل الترجي، رغم اللي النجم الرياضي الساحلي هو اللي متفوق في اللعب. منصار، نحب نربط لهنا مع كلام سي محمود بالنسبه لخط هجوم الترجي. واحد بركه النجم نقولوا بعيد برشا برشا احمد العكيشي على لمجد الشهودي والبلايلي، وقعد في عزله وحده معناها احمد العكيشي. قعد في عزله خاطر الترجي ديجا البلوك يلعب طايح برشا في المنطقه نتاعو. اثنين، وقت الترجي فوق الكره فيسا قاعد يخسر فيها، فيسا قاعد يتخلص من الكره، يلعب في كره طويله على احمد العكاشي وتستنى اكسبلوا من العكاشي على كره تعديت، فما كره تعدى بارد وين الفرحي وكان النجم يسجل بها الهدف. لكن الترجي قاعد يخسر فيسا في الكره، كان نشوفوا البوسيسيون نرقاو سيور للنجم الساحلي. من بعد فما تكتيكيا حاجات صاروا في الشوط الاولاني، هو ماهر كنزاري باش يتاقلم مع نقطه قوه النجم الساحلي، اش عمل؟ نحى فول من الشيره اليمين حتى عشره اليسار. شفنا في ال 25 دقيقه الاولى البريقي، المره الاولى الثانيه علي البريقي، صحيح علي البريقي رقى لي ديكالاج دي دوبلومون، رقى دي زوبورتونيتي في الكولوار. هنا البلالي ما يرجعش معاه، مش قاعد في عام في الرول ديفونسيف نتاعو، دونك مير كانزاري تاقلم على البوان هذا، ينحي فول من الشيره اليمين يحطه على اليسار من وقت روندمون اوفونسيف نتاع نقص نتاع البريقي. لكن كي هز البلالي على الشيره اليمين، البلالي ضيع ليفيكاسيتي نتاعو، نعرفوه لاعب دروات يلعب على اليسار، يحب
يحب يدخل على سياقه، يحب يرجع انتيريور دونك يلبر جو لي روبير نتاعو. من بعد صارت الضربه نتاع الشهودي اللي خرج ودخل في بلاصتو ادريس المحيرسي، مشى على اليمين ورجع لبلايلي نرقاو توا وراء احمد العكاشي. هنا المشكله كونه ترجي رياضي كي بشي فوق الكره يزمو يرقى رولي، يزمو يرقى ان جوار رولي، يزمو يرقى ستاسيون في وسط الملعب باش يعاود يرقى ليزاتاكون. هنا اللي ما نجمش يعملوا لمجد شهودي في الفتره الاولى، ما نجمش يتحرك ما بين ليليني، ما نجمش يعطي دي سوليسيون لاصحابه. لكن بالنسبه للترجي معناها دفاعيا، نقول دفاعيا واقف مليح الى كونترولي لو ماتش في دي فاز دو جو. نجم الساحلي سي نورمال باش ياخذ البوسيسيون نتاع الكره، على خاطر كي تشوف الاختيارات اليوم نتاع المدرب صحيح الديسبوزيتيف هو بيدو، لكن كي تحط ملاعبي كيما وائل باللكحل صحيح اللي يعمل في مقابله باهيه، لكن وائل باللكحل سي ميليو تيران يلعب في الوسط مستانس، تحطه في الكولوار ماهوش ملاعبي نتاع كولوار نتاع بيركسيون، ماهوش ملاعبي باش يتعدى واحد ضد واحد، يدخل لك انتيريور يخدم مشكله اخرى لهنا بالنسبه للنجم منصر. هو المشكل في بناء الهجمه، تتفك الكره في سخيسه بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي في وسط الميدان في بناء الهجمه اللي هو مكلف بها بلال بن مسعود. لهنا المشكل معناه بلال بن مسعود في بناء الهجمه، بالنسبه لبناء الهجمه السريعه بالنسبه للنجم على خاطر بلال بن مسعود ما عندوش البروفيل باش يكون مونور دو جو ولا لاتاكون. اللي باش يكون مونور دو جو ولا لاتاكون يلزم يكون يعرف يلعب ما بين ليليني في ساعدور يورينتي مليح اللعب. وعندك جوارات على جناب اللي عندهم فيتيس بلوس بيركسيون، علاش لي زوكازيون الكل جاو النجم الساحلي وزي اوبورتونيتي على درامي؟ خاطر درامي عنده لا فيتيس، كل ما يحط الفيتيس تعدى سامح الدربالي مره اثنين. وائل باللكحل ماهوش ملاعبي نتاع اليمينيزيون، معناه ما يتعداش الملاعبي اون كونتر. وبعد بلال بن مسعود ما يدورش فيسع، اعطاه حاجه اخرى النجم الساحلي، على اعطاه سوبيريوتي نوميريك، تفوق عددي في الوسط. وقت اللي ترقى كوم، وقت اللي ترقى فرونكوم وترقى وائل باللكحل يدخل الوسط وترقى مصعب ساسي اللي ماهوش اتاكون دو بوانت بالفورماسيون نتاعو، ما عملتلوش في البروفوندور يديكروشي باش ياخذ الكره في الساقين، يا على اليمين يا على اليسار. وقت اللي ترقى هنا فما اربعه ملاعبيه ضد زوز ملاعبيه من الترجي. الترجي هنا فما حاجه لازم نقولوها، كونه التصرف نتاع الملاعبيه الكولوارات لازم يكون مختلف. معناها البلايلي كي تلعب 3 مليو وراك اللي هما كانوا يلعبوا الراقد والمولي ومجدي تراوي يعطيوك كيليبر، لي تاج ديفونسيف نتاعك ينقصوا. اليوم وقت اللي عندك زوز بركه في افتكاك الكوره ومنور دو جو لازم يدخل الوسط ويعاون. هذا اللي عملوا فول باش يعمل فينومين دو كومبونساسيون، ما كانش كل مره نرقاو الديكالاج يصير، وكل مره كريم العواضي والناموش يلقاو رايحهم الانفيريوريتي، من الرغم اللي سامحني معناها حامد ان وسيم النغموشي اكسترا اوردينير في الريكوبيراسيون، كان تشوف النوبر نتاع كور اللي فكهم في الشوط الاولاني معناها اكسترا اوردينير بالنسبه لعمره. ملاعب عنده 17 سنه كيفاش يفك في الكوره ويريبيت لي كورس من بعد، وعنده قوه شخصيه كبيره برشا في عمر 17 سنه، لكن يزمو يتحسن في بناء الهجنه في الفاز دو ترانزيسيون، ما يزموش يخسر كور في دي زون كيما اللي خسرهم. جابت كره ثابته النجم الساحلي، الملاحظه الاخرى البوان فورم نتاع الترجي اللي هو الكرات الثابته ومارك عليهم 75% من الاهداف نتاعو ما جاوش حتى كورنير الترجي، كورتين ثابته بركه. الترجي شنو الفكره نتاعو شنو حاب يعمل؟ اسكو فما اسبري نتاع باش نلعب الماتش نول ونقعد نستنى ونلعب على غلط المنافس، ولا كره العكاشي، ولا باش يطلع البلوك شويه وباش يحط بريسيون في الزون تاع نجم الساحلي باش يمشي لوجه هدف؟ هنا نشوفوه في الشوط الثاني. هنا سي محمود انا نحب نسالك، هو تحدث منتصر على وسيم النغموشي، نحب نتحدث على لاعب اخر من جانب النجم اللي هو علي البريقي. انت كنت تحدثت عليه قبيله شويه مع علي البريقي، زاد قاعد يقدم في مباراه كبيره برشا اليوم، والولد هذا زاد راهو صغير زاد في العمر وعنده قوه شخصيه كبيره برشا، وقاعد معناها يتطور وقاعد في كيما نقول بلغه الكوره في روندمون كونستون معناها في جمعيه كبيره. علي البريقي الحقيقه معناها كي نشوفه توا من جانب الترجي نلقى وسيم النغموشي في عمر 17 سنه، وايضا علي البريقي زاد اللي عمره معناها صغير وقاعد يتطور بالكدا بالكدا. صحيح صحيح. علي البريقي ظهر من الموسم الفارط، نحسوا فيه قاعد من مقابله لمقابله قاعد يتحسن. اما لا المقابلات هذوما الكبار زاد الكبار اي فهمتني، خاطر كي تلعب تو المقابلات هذوما ضد الفرق الكبرى بين ظفرين معناها وفي المستوى الكبير هذايا هما اللي يخليوا معناها باش تعرف معناها المستوى الحقيقي نتاع قيمه اللاعب هذا. قيمه اللاعب صحيح صحيح. تبقى نحب نزيد نبني شويه الكلام مع منتصر. صحيح اللي باللكحل، صحيح اللي باللكحل، لكن راهو باللكحل في بدايه مشواره وراهو كان يلعب في المنطقه ولعب حتى مدافع ولعب برشا في الكولوار. تبقى مدرب النجم الرياضي الساحلي يقول لك انا ربما الاليات اللي عندي هذوما توا، انا بلال بن مسعود عندي، بلال بن مسعود كان باش نخليه لاعب
ارتكاز محوري ربما نخاف لا نخسر برشا كرات في الكرات الثانيه وشفناه قاعد يخسر برشا في الكرات. كان باش نحط انا بلال بن مسعود في الرواق الايمن ما عادش باش نلقى البيركسيون ما عادش باش نلقى لا بويسونس. بلال بن مسعود ربما ما عندوش هكا البيركسيون. لا وجاب كما خالد يحيى سي محمود ينجم ربما تكنيك مو قوي وعنده فيتيس هذا هو توا كان بالحلول اللي ربما يستعملوا ربما في وسط الميدان يعاود يدخل وسط الميدان ويدخل مع النموشي ويدخل مع فرانكوم ربما الثقل نتاع وسط الميدان تاع النجم الرياضي الساحلي باش يصعد. لكن وقت اللي افول جاء على الكوتي نتاع البريقي راهو غازي بن عبد الرزاق انتق من الجهه الاخرى، شفناه ربع ساعه على اربع درجه الاخيره ولا اللعب الكل على غازي بن عبد الرزاق. وغازي بن عبد الرزاق كي البلاي اللي مشى في الكولوار هذاك زاد كيف كيف لقى اكثر معناها راح ولقى اكثر مساحات. توا بالنسبه نحسوا الافكار اللي فوق الميدان اللي الترجي الرياضي التونسي ماهو جاي ما بالنسبة ليه التعادل وغلطة من منافس ربما ياخذ بها ثلاث نقاط ربما هذا التفكير الأخير نتاع الأقرب الأقرب. علاش؟ على خاطر شفناه في المقابلات النجم الترجي في المقابلة الأولى والثانية الترجي يخرج اون بلوك ويخرج مع بعضه وراه في الدربالي تو اليوم الدربالي شفنا الدربالي مره برك طلع في الريوق الايمن شمام كيف كيف ربما فات مره ولا اثنين وسط خط وسط الميدان هذايا ما شفناش في المقابلات الزوز حتى في صفاقس الترجي ما لعبش هكاك طلع يفك الكوره يخرج بسرعه يطلع اون بلوك برشا على الارقى اللاعبين الكل تخرج والناس الكل تمس الكوره وتطلع اون بلوك وتقرب للمنطقه نتاع المنافس. اليوم لا هو قبل كل شيء يجاني خلينا نلعب على الغلط نتاعك على الغلطه نتاعك خاطر انت باش تجي باش تخلي ليسباس عندي ملاعبيه تري بويسون تري رابيد وهكا اللي صار وكاد الترجي الرياضي التونسي يخرج منتصر في الشوط الاول على ديكالاج على كره وسط احمد العكيشي ما حسنش استغلالها. هذا هو هذا هو. خلينا نمشيو فاصل اشهاري ثم نعود. تفضل. السيف قريب وستين حلت الغيزرباسيون على تانيتو كارتاج دي فواياج بين تونس جنوا مارسيليا على طول الجمعة. خذوا بلايسكم من توا من أقرب أجونس وإلا ديريكت على ctn.com.tn. مع ctn سافروا مرتاحين. مع ctn لي فاكونس يبداو من البابور. موبي ماكس متاع اتصالات تونس كل شيء إليميتي نحو كل المشغلين. تمتع بالمكالمات لي اس ام اس و 3 جي بلس بلس كلهم اون إليميتي. وزيد على هذا كلم الانترناسيونال بصوم الناسيونال. أمان أنا الفرجة أول فخ نعفس لايف ونزيد جيم وديما ديما فرجة ستار فرجة ستار رونديفو على الباج فيسبوك لاسترجة أكثر من 1000 كادو أغانيي و 3000 دينار كاش. حبك يا ثلجة. تحقيق الفوز يهب برشا تحذير وثيقة في النفس. كي تنحي القشرة من راسك تاخذ ثقة أكثر في روحك. هيد اند شولدرز 100% بدون قشرة. نحكيو على قصة تهمل أوضاع والشعور تعدات على الناس في البر والبحور. يا مرجال تليع الدهور كي تمسهم غزرة بدر البدور. نحكيو على لحظة فيها العيون تتهامس على لحظة فيها القلب يستانس. ونحكيو على اللحظة اللي فيها العقل يفيق ويزن على القلب بكلام منه يذيق. ونحكيو زادا كي تولي البيبان محلولة واللي بان لك صعيب يتحول بسهولة. نحكيو على اللحظة اللي تقال فيها هالكلام مناش فرد سيستام أما نكلمك كمان. كارتا كلام تولي بتسعين مليم دقيقة نحو المشغلين الكل الفيكس والموبيل وعندك زادا 50% بونوس على طول مع كل عملية شحن بخمسة دينارات أو أكثر. جيلات ماك 3 تحجم بأكثر دقة وتخلي بشرتك رطبة في كل مرة. غزوة اوفيسيال دو ليكيب ناسيونال. جيلات أفضل ما يستحقه الرجال.
اذا شكرا لك سي محمود منتصر. ايضا نمشي مباشره الى سوسه ونرجع للتحليل مع نهايه المقابله. تفضل عندك الخط عبد الرحمن. شكرا لك عبد الخالق. بتابع بعد التحاليل الضافية الخاصة بالمردود الفريقين في الشوط الأول، والفنيين أعطوا لمشاهدينا فكرة واضحة وجلية بالنسبة لمردود الترجي والنجم وأيضا الجانب التكتيكي في هذه المباراة الهامة من أجل ضمان أوفر حظوظ النجاح لإحراز اللقب من خلال مرحلة التتويج في هذا الموسم الاستثنائي لكرة القدم التونسية. بتابع يجب أن تنتهي البطولة في موفى شهر ماي بسبب الالتزامات الهامة للمنتخب الوطني التونسي وتصفيات كأس العالم البرازيل 2014، وذي بعض الفترات واللقطات الخاصة بالشوط الأول والفرصة الواضحة اللي فوتها أحمد العكيشي بعد تجاوزه محور دفاع النجم الرياضي الساحلي والتألق الحارس أيمن المثلوثي، ثم أيضا الاستماتة من خليل شمام قائد الترجي الرياضي التونسي في تفادي أيضا وضعية سانحة وفرصة سانحة بعد وصول درامي ميكايلو إلى مناطق جزاء الترجي الرياضي التونسي. وبتبع ماهر الكنزاري أمامكم في المقابلة المدرب الفرنسي لافاني، كان لاعب في الدرجة الثانية الفرنسية لكرة القدم ودرب عديد الأندية منها أليس وكذلك فريق باستيا وفالونس وسيدون في الدرجات السفلى الفرنسية، كذلك تجارب كما قلت في القطر القطري في قطر في الخليج العربي في الصين في افريقيا مع كوتون سبور غروا ومهر الكنزاري، ايضا تجارب خاصه كان مساعد المدرب فوزي البنزرتي، ايضا حقق نتائج ايجابيه مع النادي الرياضي البنزرتي في تشويق من اجل ضمان اللقب بالنسبه للموسم الفارط، وكذلك تجربه في قطر في الدوري القطري والرجوع عبر بوابة الترجي الرياضي التونسي وانطلاق الشوط الثاني. وغازي بن غزيل يمنح مخالفة لصالح النجم الرياضي الساحلي في هذه الثواني الأولى للشوط الثاني، وتواصل الحوار بين درامي ميكايلو وكذلك سامح الدربالي بلال بن مسعود مباشرة لحارس الترجي الرياضي التونسي. بالنسبة لدرامي ميكايلو من مواليد 30 جوان بالطبع لاعب شاب 1992 وكذلك كان في الأمل في فريق النجم الرياضي الساحلي وتم إقحامه في مباراة ضد فريق الملعب الجيبسي وكان سجل ثنائية وقتها كان فاز النجم الرياضي الساحلي بسداسية. وبتبع هذا اللاعب أيضا موجود في القائمة الأفريقية بالنسبة لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وهو عنده الجنسية المالية والبوركينية معناها الإضافة الخاصة بهذا اللاعب درامي ميكايلو. بالنسبة لموسى مازو بعد الغضب الكبير من جانب أحباء النجم الرياضي الساحلي مش موجود اليوم حتى في القائمة، وبتبع تذكير بتشكيلة الفريقين بسرعة بالنسبة للنجم أيمن المثلوثي علي البريكي غازي عبد الرزاق رضوان الفرحي زيد بوغطاس فرانكو موير بلكحل حمد النموشي بلال بن مسعود رامي ميكايلو ومصعب ساسي من جانب الترجي معز بن شريفية سامح الدربالي خليل شمام شمس الدين ذوادي عنتر يحيى كريم العواضي وسيم النغموشي دريس المحيل سياريسون أفول يوسف البليلي وأحمد العكيشي غازي بن غزي الحكم المساعد الأول العربي المنصوري والحكم المساعد الثاني حسين الحمروني. والكرة مخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي وأريسون أفول. أريسون أفول الكرة في وسط الميدان مباشرة إلى صالح الترجي الرياضي التونسي أحمد العكيشي. أحمد العكيشي التوزيعة وسامح الدربالي سبق كورته وسامح الدربالي كان بإمكانه التصويب. أيضا وسيم النغموشي
والمحاولة الأخيرة خارج الميدان بالطبع، أولى الكرات على الأروقة من جانب الترجي. شوفوا التوغل من أحمد العكيشي، التوزيعة الأخيرة، الترويذ كان خاطئ من جانب سامح الدربالي، كان في وضعية سانحة، والأضواء الكاشفة حاليا في الملعب الأولمبي بسوسة مع انطلاق الشوط الثاني. كرة مباشرة لمصعب ساسي وستة أمتار للترجي الرياضي التونسي. كان تركيز أيضا على أيمن المثلوثي، عمل كبير أيضا لأحمد العكيشي في خط هجوم الترجي للبحث على الثغرات، ولو أنه يوسف البليلي ما كانش عنده مساندة كبيرة بالنسبة للشوط الأول. أيضا إقحام إدريس المحيرسي لتمويل الهجوم، كذلك أحداث التفوق العددي، وربما هو متوسط ميدان هجومي ولاعب رواق أيضا إدريس المحيرسي، وهو بطبع نجم يجسم وكذلك يخلق الفرص، والمساندة ليوسف البليلي وكذلك أحمد العكيشي، أريسون أفول ويوسف البليلي. يوسف البليلي يحافظ على الكرة، يوسف البليلي، يوسف البليلي، عملية فنية يوسف البليلي، والتغطية من رضوان الفالحي في المكان المناسب، المدافع المخضرم للنجم الرياضي الساحلي، ثم حمد النموشي، كرة طويلة. واضح مسعى الفريقين حتى مع انطلاق الشوط الثاني التسجيل. شفنا الترجي في زوز مناسبات مع انطلاق الشوط الثاني يركز على الجهة اليسرى، إدريس المحيرسي في المناسبة الأولى كان التوغل من أحمد العكيشي، وفي المناسبة الثانية كان يوسف البليلي. غازي عبد الرزاق، غازي عبد الرزاق يتجاوز وسط الميدان، غازي عبد الرزاق ثم بلال بن مسعود، بلال بن مسعود إلى حامد النموشي، حامد النموشي الكرة متاعه بدون عنوان بعيدة، تصويبة الأخيرة لحمد النموشي بتبع، مش في فترة وجيزة وفترة قياسية باش يتمكن حمد النموشي من الرجوع للمستوى اللي نعرفوه وقت اللي كان محترف في أوروبا، غياب لأشهر عديدة وعملية جراحية، وقبلها ما كانش في المستوى المأمول في وسط ميدان النجم الرياضي الساحلي. درامي ميكايلو، كريم العواضي، سامح الدربالي، شمس الدين الذوادي، الترويض من رضوان الفالحي، وكذلك يعرف بعضهم جيدا أحمد العكيشي ورضوان الفالحي. كما قلنا أحمد العكيشي كان هدف البطولة منذ سنتين ب 14 هدف، موسم أول ناجح في ألمانيا، وموسم ثاني ما كانش ناجح ورجوع إلى تونس في الدرجة الثانية. زياد بوغطاس، أيمن المثلوثي، قيمة الرهان وقيمة النتيجة، أي نتيجة سلبية بطبع خاصة من جانب النجم تنجم تأثر على حظوظه. بالنسبة للترجي يسعى لتدعيم الزوز انتصارات الأخيرة. أمامكم الظهير غازي عبد الرزاق في غياب حاتم البجاوي اللي في فترة نقاهة بعد ما أجرى عملية جراحية، ورامي البدوي، معناها عديد الركائز في الدفاع متغيبين من جانب النجم الرياضي الساحلي. ترجي ثلاثي بارز متغيب في وسط الميدان بالطبع، عنده أثر كبير على التوازن التكتيكي للفريق، والطريقه التكتيكيه اللي ميل كنزاري تعتمد خاصه على راقد التراوي وايضا خالد المولهي، ولاسباب مختلفه الاصابات واسباب تاديبيه. شاهد في الاسعد الجزيري يقوم بالحركات التسخينيه، كان مصاب، وامامكم ايضا كان إدريس المحيرسي، وبطبع ان شاء الله لاباس لمدافع النجم الرياضي الساحلي رضوان الفالحي باش يسترجع مكانه في التشكيله الاساسيه بعد تجاوزنا الخمس دقائق الاولى للشوط الثاني. دائما التعادل صفر مقابل صفر بالنسبه للموسم الفارط، شفنا الاهداف ذهابا وايابا في لقاءات الفريقين، وشفنا كذلك الاهداف في لقاءات كاس الابطال، معناها في الاربع لقاءات الاخيره كانت الأسبقية لصالح الترجي بين كأس الأبطال والبطولة.
بتابع باش يرجع الى الميدان رضوان الفالحي اكثر لاعب خبره الى جانب ايمن المثلوثي في هذه التركيبه للنجم الرياضي الساحلي اللي فيها مزيج بين الخبره وكذلك قيمه اللاعبين الشبان عملية البريكي بلال بن مسعود كره طويله الى وائل بلكحل والتغطيه والكره باش ترجع لصالح الترجي الرياضي التونسي. نشوفوا خليل شمام ونشوفوا الهفوه كانت واضحه بالنسبه لوائل بلكحل على خليل شمام وحاولت استرجاع الكره كان تدخل على خليل شمام وبالطبع باش يستأنف اللاعب بمخالفه لصالح الترجي الرياضي التونسي كان كما نقولوا مس المنافس بعد التدخل الاخير محاوله استرجاع الكره لكن شوفوا التدخل بالنسبه لوائل بلكحل واضح معناها هفوه واضحه من وائل بلكحل على خليل شمام ورجل ايضا كانت مرفوعه والكره باش ترجع بمخالفه لصالح النجم الرياضي الساحلي. نقص النسق بالمقارنه مع الشوط الاول ونهايه الشوط الاول اللي كانوا فيه زوز فرص شفناها قبل انطلاق الشوط الثاني من احمد العكيشي وكذلك درامي ميكايلو غازي عبد الرزاق مصعب سيسي مصعب سيسي يبعد على كريم العواضي درامي ميكايلو درامي ميكايلو درامي ميكايلو اليوم يقدم في مباراة ممتازة درامي ميكايلو سامح الدربالي أريسون أفول ترجي بعد الكرة من مناطقه التماس للنجم الرياضي الساحلي غازي عبد الرزاق درامي ميكايلو محاولات متواصلة من درامي ميكايلو في مباراة داخل المباراة مع سامح الدربالي غازي عبد الرزاق سامح الدربالي اللي كذلك لعب 15 مباراة دائما منتظم في العطاء مع الترجي الرياضي التونسي إلى جانب معز بن شريفية من أكثر اللاعبين اللي خاضوا لقاءات مع الترجي الرياضي التونسي إلى جانب يوسف البليلي وأيضا أريسون أفول وتابع الذوادي وعنتر يحيى خذوا مكانهم بعد فترة الانتقالات الشتوية. النجم كما ذكرنا أكثر اللاعبين استعمال رضوان الفالحي وأيمن المثلوثي رغم أنه أيضا في فترة كان متغيب بسبب الإصابة مصعب ساسي مصعب ساسي عملية فنية وثم أمامه شمس الدين الذواتي ويترك الإمكانية للتغطية لسامح الدربالي وسيم النغموشي وسيم النغموشي أريسون أفول أريسون أفول ثم إدريس المحيرسي إدريس المحيرسي سبق برشا كورته حاول تجاوز رضوان الفالحي وتبقى الكرة للنجم الرياضي الساحلي وغازي عبد الرزاق غازي عبد الرزاق وسيم النغموشي مباراة إلى حد الآن طيبة لوسيم النغموشي في التغطية على وسط ميدان الترجي الرياضي التونسي أيمن المثلوثي علي البريكي علي البريكي يتجاوز وسط الميدان وكذلك يبعد على كريم العواضي عملية ثنائية مع مصعب ساسي وتبقى الكرة لبلال بن مسعود يخرج وائل بلكحل يمشي للمساندة درامي ميكايلو سبق برشا كورتو متوسط ميدان النجم الرياضي الساحلي أمامكم وائل بلكحل لاعب بالفرنسية نقولوا بوليفالون يعني يلعب في عديد المراكز والكرة العصرية تطلب لاعبين بهذه الميزة كما كذلك في الترجي الرياضي التونسي الفرق الكبرى بالطبع تنتدب وكذلك تكون لاعبين اللي يتأقلموا مع عديد المراكز وفي عديد الوضعيات كما في الترجي شمس الدين الذوادي في أصناف الشبان ما كانش مدافع و في الأكابر أصبح مدافع بتابع على ذاك عنده خصال تاع تهديف شفنا ذلك أمام النادي الأفريقي وكذلك النادي الرياضي الصفاقسي علي البريكي من جديد تبقى الكرة لعنتر يحيى معز بن شريفية
خاصية الزوز فرق أنهم شاركوا في كأس العالم للأندية ومثلوا تونس في هذه المسابقة الهامة بعد أحرازهم على الطريقة الجديدة لكأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم. الكرة في وسط الميدان، اللاعب منحصر حاليا في وسط الميدان، التوزيعة من بلال بن مسعود وثم تسلل ضد النجم الرياضي الساحلي وضد الظهير علي البريقي. إذن كرة باش ترجع للترجي مع اقترابنا من ربع ساعة لعب في الشوط الثاني وننتظر الأهداف في لقاء تكتيكي بالأساس بين الفريقين. سامح الدربالي، كرة ممتازة لأحمد العكيشي، كرة في مناطق النجم الرياضي الساحلي وآخر ملمس الكرة مهاجم الترجي الرياضي التونسي. إذن ستة أمتار النجم الرياضي الساحلي. رضوان الفلحي، رضوان الفلحي، بلال بن مسعود، بلال بن مسعود إلى مصعب ساسي، يخسر الكرة الأخيرة بعد الاندفاع من عنتر يحيى مباشرة إلى الجهة المقابلة. وائل بلكحل، وائل بلكحل من جديد، بلال بن مسعود إلى درامي ميكايلو، يقرأ اتجاه الكرة سامح الدربالي، إدريس المحيرسي، إدريس المحيرسي للمنافس مباشرة، بلال بن مسعود إلى فرانكوم، فرانكوم علي البريقي والمتابعة من قائد الترجي الرياضي التونسي خليل شمام. وأمامكم المدرب اللي عنده عروض من أندية خلينا نقوله في المغرب العربي، المدرب لافاني حسب الأخبار الأخيرة، والأطر الفنية الفرنسية مطلوبة في المغرب العربي خاصة باعتبار ثقافة الكروية معروف معناها في المغرب العربي، المتابعة خاصة للبطولات الفرنسية والإيطالية باعتبار القرب الجغرافي. التوزيع على إدريس المحيرسي، إدريس المحيرسي والتألق للحارس أيمن المثلوثي، ممتاز أيمن المثلوثي، خبرة السنوات لحارس النجم الرياضي الساحلي الحارس الدولي في تفادي هدف محقق لإدريس المحيرسي. خذ الكرة في مناطق جزاء النجم الرياضي الساحلي، صوب وحنكة وبراعة في التصدي من جانب أيمن المثلوثي بعد أيضا محاولة ممتازة لإدريس المحيرسي. إدريس المحيرسي بتبع كيدز يسجل، كرة باش ترجع لصالح النجم الرياضي الساحلي. بلال بن مسعود، علي البريقي، علي البريقي سبق كورتو على غرار المحاولة متاعه في الهدف المسجل ضد النادي الافريقي. عاد من جديد للمحاولة، يبعد على رضوان الفلحي، نشوفوا التصيبة اليسارية وخروج براد كبيرة بالنسبة لأيمن المثلوثي أمام إدريس المحيرسي. هكا نحبوا المستوى معناها الراقي، نشوفوا الفرص ونشوفوا الإبداعات من الجانبين، معناها نشوفوا التمركز وصول الكرة دقيقة لإدريس المحيرسي وكذلك إغلاق الزاوية حاسمة وفتنة ريفلكس كما يقال بالنسبة لأيمن المثلوثي، وفوت فرصة كبيرة إدريس المحيرسي لأحداث الفرق للترجي بعد فرصة مع نهاية الشوط الأول لأحمد العكيشي. في المقابل أيضا توغل من درامي ميكايلو وكورتو استدمت بخليل شمام اللي اندفع وتفادى التصويبة في اتجاه حارس الترجي الرياضي التونسي، الترجي اللي يلعب هذه المرة على التوزيعات في العمق. بالنسبة للنجم دائما يحب يشارك الأروقة في الهجمات، كريم العواضي، شمس الدين الذوادي، عنتر يحيى، خليل شمام. نذكر أنه الفريقين تقابلوا 8 مرات في مسابقات إفريقية، بتبع عراقة الفريقين تأكد أنهم ما يتقابلوش فقط في البطولة كذلك في المسابقات الإفريقية في كأس الاتحاد الإفريقي وكذلك في كأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم. مخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي وضد فرانك كوم ولصالح يوسف البليلي. لا يهدأ بال حاليا للإطار الفني للفريقين على حافة الميدان، شوفوا الهفوة من فرانك كوم على يوسف البليلي، سجل مخالفة ممتازة، صعب التسجيل كانت في الزاوية المقابلة رغم أنه ثم حارس طويل القامة ضد النادي الصفاقسي حمدي القصراوي لكن سجل هدف ثمين
في الحصيلة النهائية للقاءات مرحلة التتويج، وين تكمن القوة في مرحلة التتويج؟ أنه إذا الفرق المتراهنة تفوز خارج الميدان تكون عندها حظوظ إضافية للفوز بالبطولة، خاطر مش كافي الفوز على الميدان. بالنسبة للفرق المتراهنة مطالبة بالبحث على نقاط خارج الميدان. درامي ميكايلو، درامي ميكايلو المتابعة على غير الشوط الأول من شمس الدين الذوادي. الكرة لتبقى لصالح النجم الرياضي الساحلي. ميكايلو في مناسبات من الجهة اليسرى وكذلك يغير المركز ويمشي إلى الجهة اليمنى، ومصعب سيسي ولسعد الجزيري. ثم تصفيق من جماهير النجم الساحلي، علاش؟ خاطر لسعد الجزيري باش ياخذ مكانه في التشكيلة، وثم مخالفة لصالح النجم واعتبار هفوة من جانب شمس الدين الذوادي على درامي ميكايلو. التنفيذ لمصعب سيسي والكرة جانبية. الكرة جانبية، اقتربنا من 20 دقيقة بالنسبة للشوط الثاني. نشوفوا الكرة اليسارية الأخيرة وتصويبة رأسية خارج الميدان، وبتبع لسعد الجزيري يسترجع مكانه في التشكيلة الأساسية، ما كانش حاضر في المباراة الأخيرة ويسترجع مكانه بتبع كما ذكرت موسى مازو، رغم أنه معناها الانتقال متاعه والصفقة متاعه بالمليارات في النجم لكن لم يأتي بالإضافة المرجوة. إذن بلال بن مسعود متوسط ميدان يغادر الميدان، ومهاجم اللي هو لسعد الجزيري ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية. الأولوية للهجوم للمدرب لافاني. مصعب سيسي، غازي عبد الرزاق، غازي عبد الرزاق يبعد على سامح الدربالي. الكرة الأخيرة خطيرة والستة أمتار، ستة أمتار لصالح الترجي الرياضي التونسي. ولسعد الجزيري في أولى المحاولات، وبتبع ثم تفاعل من جانب جماهير النجم. شوفوا التوزيعة من غازي عبد الرزاق والكرة الأخيرة من جانب لسعد الجزيري، من اللاعبين الهامين في التركيبة الهجومية للمدرب لافاني. بالنسبة لسعد الجزيري بتبع نفس اللقب للاعب أعطاه برشا وكان من أبرز اللاعبين في تونس اللي هو زياد الجزيري، اللي رجع لتركيبة الهيئة المديرة لمد يد المساعدة للفريق. الكرة للترجي الرياضي التونسي وسامح الدربالي، والمتابعة من رضوان الفالحي. عمل كبير لدفاع الفريقين في مباراة كأس بيتم معنى الكلمة، خاصة من جانب النجم اللي يسعى للتدارك. الترجي بتبع أسبقية، ستة نقاط زوز انتصارات، الفريق الوحيد اللي فاز في الزوز لقاءات الأولى، ويسعى بتبع باش يتحكم في ما تبقى من لقاءات مرحلة التتويج. عنتر يحيى في آخر لحظة يبعد الكرة أمام لسعد الجزيري. خليل شمام، وثم علي البريكي، علي البريكي مصعب ساسي والكريم العواضي وسيم النغموشي مباشرة يا أحمد العكيشي. أحمد العكيشي كرة طويلة إلى دريس المحيرسي ورضوان الفالحي. أيمن المثلوثي، زياد بوغطاس، زياد بوغطاس التوزيعة، ثم عنتر يحيى. خبرة أيضا السنين بالنسبة لعنتر يحيى، لعب حتى كأس العالم مع منتخب رباح سعدين، لعب كأس أمم أفريقيا الشهيرة سنة 2010، لعب في أندية أوروبية منها إنتر ميلان ولو في فترة وجيزة، لعب حتى كأس الاتحاد الأفريقي، كأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع أندية فرنسية، وحاليا مع الترجي. حامد النموشي، حامد النموشي وضعية سانحة للنجم الرياضي الساحلي والركنية. الصعود كان ممتاز لحامد النموشي والركنية لصالح النجم الرياضي الساحلي. هجوم خطير لتشكيلة المدرب لافاني، والتغطية كانت حاسمة من سامح الدربالي.
وضعيات خطيرة حاليا في مرمى الترجي وأمام مرمى الترجي الرياضي التونسي وسامح الدربالي، والضغط متواصل. التماس من درامي ميكايلو، غازي عبد الرزاق، غازي عبد الرزاق يبعد على سامح الدربالي التوزيعة والخروج لمعاذ بن شريفية والتصويبة والتألق لحارس الترجي أمام مصعب ساسي، تفادى هدف محقق معاذ بن شريفية. التوزيعة من جديد وعنتر يحيى يبعد الكرة وعكس الهجوم من أحمد العكيشي. أحمد العكيشي ويوسف البليلي، يوسف البليلي للترجي الرياضي التونسي، يوسف البليلي ثم المساندة من دريس المحيرسي، كرة خاطئة من دريس المحيرسي وفرانكوم وعكس الهجوم من درامي ميكايلو. دقائق ممتازة نعيشوها والتغطية من جانب وسيم النغموشي وسامح الدربالي، سامح الدربالي، سامح الدربالي يبعد على غازي عبد الرزاق ثم دريس المحيرسي، دريس المحيرسي والتغطية من قائد النجم. من جديد درامي ميكايلو، درامي ميكايلو شمس الدين الذوادي إلى مصعب ساسي، مصعب ساسي ثم علي البريقي يطلب في الكرة أمامه خليل شمام. المحاولة من علي البريقي يحافظ على الكرة وائل بلكحل باش يوزع وائل بلكحل وثم شمس الدين الذوادي ثم دريس المحيرسي مباشرة ليوسف البليلي، يوسف البليلي، يوسف البليلي والمخالفة. ثم إصابة لرضوان الفالحي، يطلب الكرة الحكم وائل بلكحل. إلى حد الآن سد منيع في التوزيعات العرضية شمس الدين الذوادي والإصابة للنجم الرياضي الساحلي بعد الحوار الأخير بين يوسف البليلي ورضوان الفلحي. شوفوا رضوان الفلحي ويوسف البليلي وبالطبع إن شاء الله لاباس، إن شاء الله لاباس لمدافع النجم اللي مندفع برشا اليوم وأكيد مباراة هامة ورهان كبير وتستحق مثل هذا الاندفاع أمام لاعب عنده فنيات كبيرة اللي هو يوسف البليلي. شفنا التوصيات إلى حد الآن من الإطار الفني وماهر الكنزاري يعطي في التوصيات وخليل القنطاسي باش ياخذ مكانه بعد قليل. نشوفوا معز بن شريفية ثم مصعب ساسي، مصعب ساسي المحاولة الأخيرة. إذا معز بن شريفية يبعد الكرة في هذه المناسبة الأولى والمحاولة والفرصة للتسجيل كانت واضحة من جانب مصعب ساسي في مناطق الجزاء والاندفاع بالنسبة لرضوان الفالحي. وبعد قليل رقم 10 كذلك من اللاعبين الشبان خليل القنطاسي من جانب الترجي الرياضي التونسي يستنجد باللاعبين الشبان أصناف الشبان المتألقة من جانب الترجي بعد قليل باش ياخذوا مكانه في التشكيلة الأساسية. ونشوفوا حوار بتبع رياضي بحث بين قائد الترجي خليل شمام وقائد النجم أيضا أيمن المثلوثي، لاعبين يعرفوا بعضهم من المنتخب الوطني التونسي، وسيم النغموشي أكيد المباراة عندها ثقل كبير على الجانب البدني والفني والتكتيكي والتغطية في وسط الميدان. وبتبع إن شاء الله لاباس بالنسبة للمدافع رضوان الفالحي وبتبع كانت عفوية من جانب جناح ومهاجم الترجي الرياضي التونسي. إلى حد الآن كل شيء ممتاز على الميدان، كل فريق يلعب في حظوظه كاملة وجانب من الجماهير وبتبع ثم كوتا ثم نسبة صغيرة معناها في التفاهم بين هيئة الترجي والنجم لتمكين جماهير الترجي من الحضور في هذه المباراة. وبتبع إن شاء الله مرحلة التتويج توطد أكثر العلاقات بين الأندية، واضح راهو ثم فريق فقط باش يفوز البطولة، معنى أربع فرق وثم فريق فقط. المطالبة بتعويض كذلك بالنسبة لقيس الزويغي بعد قليل في النجم الرياضي الساحلي. حامد النموشي في الأثناء اللي يحاول يسترجع رويدا رويدا إمكانياته الفنية المعهودة. هذا اللاعب اللي كان حاضر حتى مع المنتخب الوطني التونسي في كأس العالم 2006. من جديد المحاولات للنجم الرياضي الساحلي
والصعود هذه المرة كان خاطئ بالنسبة لي علي البريكي، وتركيز على الجهة اليمنى لهجوم النجم الرياضي الساحلي. مباراة تكتيكية بالأساس، الخروج للهجوم بأكثر عدد ممكن للترجي الرياضي التونسي. إدريس المحيرسي صاحب فرصة ذهبية مع انطلاق الشوط الثاني. إدريس المحيرسي ويربح الكرة ويربح الركنية أمامكم. إدريس المحيرسي ما كانش في الرصيد البشري في الأسابيع الماضية، وباش يشارك في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. إذن ركنية للترجي الرياضي التونسي مع اقترابنا من الربع ساعة الأخير لهذه الفترة الثانية، وننتظر إذا باش نراو فائز اليوم في لقاء القمة. أريسون أفول والتصويبة الرأسية خطيرة، التصويبة الرأسية الأخيرة من كريم العواضي. كريم العواضي معروف يأتي من الخلف، والكرة الثابتة هي السلاح القوي والناجع للترجي الرياضي التونسي. ونفس الوضعيات، الكرة من أريسون أفول، شوفوا الارتماء الرأسية، اقتنص الكرة قبل الحارس أيمن المثلوثي كريم العواضي. هذه الخصال متاعو، كذلك من الميزات متاعو، سجل ضد الترجي بزي الافريقي، ونفس الوضعية مع الترجي ضد الافريقي. عنتر يحيى بخبرة السنين ينجم بتبع يتفادى ضغط المنافس، اكيد يوظف خبرته. ايضا للمدافع شمس الدين الذوادي، كان قادم من فريق كايزرسلاوترن، لعب ايضا في النصر السعودي. علي البريكي ثم بوغطاس، رضوان الفالحي، بعد قليل متوسط الميدان الهجومي خليل قنطاسي باش ياخذ مكانه في التشكيله الاساسيه. حامد النموشي، درامي ميكايلو يمشي له مباشره، سامح الدربالي، غازي عبد الرزاق، مصعب سيسي يحاول بناء هجوم جديد. حامد النموشي، درامي ميكايلو المتابعة أيضا من سامح الدربالي ويوسف البلايلي وحامد النموشي وثم كريم العواضي. والتغطية من كريم العواضي في مناطق الجزاء، وحاليا التغيير في الترجي الرياضي التونسي. التغيير في الترجي الرياضي التونسي، أحمد العكيشي يغادر الميدان، بلال وخليل القنطاسي ياخو مكانه في التشكيلة الأساسية. فعلا خليل القنطاسي هو اللي ياخو مكانه في التشكيلة، وإعادة من جديد للفرصة المفوتة من جانب أحمد العكيشي مع نهاية الشوط الأول. إذن التصويبة الأخيرة، وبتبع فرص مفوتة من الجانبين في الشوط الثاني، فرصة لإدريس المحيرسي وكذلك فرصة لمصعب سيسي، كان في وضعية سانحة لكن عديد اللاعبين كان أمامه في مناطق الجزاء. الترجي اللي بتبع في الشوط الثاني حاول غلق المنافذ المؤدية إلى مرمى بن شريفية، خاصة من جهة علي البريكي. على ذاك درامي ميكايلو يغير في المركز نتاعو في بعض الوضعيات من الجهة اليمنى، وكذلك يرجع إلى الجهة اليسرى لمساند غازي عبد الرزاق. المخالفة للنجم الرياضي الساحلي وسيم النغموشي، حامد النموشي، رضوان الفالحي، كرة عرضية مجاسفة بالنسبة لرضوان الفالحي، كاد يفتكها يوسف البليلي. علي البريكي من جديد، بوغطاس اكيد باش يتقدم اكثر ادريس المحيرسي ويوسف البليلي بعد خروج قلب الهجوم احمد العكيشي.
في غياب هيثم الجويني المصاب. كريم العواضي، كريم العواضي ممتاز في استرجاع الكرات في وسط الميدان. يوسف البليلي، يوسف البليلي، يوسف البليلي، يوسف البليلي، يراوغ يوسف البليلي، يوسف البليلي، وتدخل حاسم من جديد من أيمن المثلوثي. هذه البراعة والحنكة بالنسبة ليوسف البليلي في المراوغة، والمراوغة الثانية بالمنافس المباشر، وتألق جديد ويستنجد من جديد بالخبرة أيمن المثلوثي في تفادي هدف للترجي. قلت أكيد المسؤولية حاليا من جهة هجوم الترجي على يوسف البليلي. بالنسبة للنجم المسؤولية لأسعد الجزيري ومصعب ساسي وكذلك درامي ميكايلو. فرانكوم، فرانكوم غازي عبد الرزاق من مدريس المحيرسي يرجع لبوغطاس. فرانك كوم، مصعب ساسي، مصعب ساسي، شمس الدين الذوادي قريب برشا من الأسعد الجزيري، يعرف قوة هذا اللاعب في مناطق الجزاء. سحب اللمسات الأخيرة والتسيم. وائل بلكحة كالعادة يحاول المرور على علي البريقي، يتفتن أريسون أفول، والكرة من جديد لظهير النجم الذي الساحلي وأريسون أفول. أريسون أفول والاستماتة من اللاعب الدولي الغاني، لاعب أريسون أفول اللي هذه المرة شوفوا التدخل من درامي ميكايلو. أريسون أفول في المساندة لخليل شمام أمام الصعود، وكذلك محاولة إحداث التفوق العددي من الجهة اليمنى. نشوفوا تجاوز كل من بوغطاس، لكن الخروج للحارس أيمن المثلوثي كان حاسم أمام يوسف البليلي، عنده فنية كبيرة. لعب القادم من وهران من البطولة الجزائرية، وأليسون أفول لعب دولي في المنتخب الغاني. نشوفه من جديد التلاعب والتجاوز الثنائي الدفاع في النجم الذي الساحلي، لكن خبرة الحارس أيمن المثلوثي يمشي مباشرة للكرة وتفادي هدف محقق. وكذلك بعد قليل خالد الغرسلاوي حسب الملامح رفيه بشيخ ومكانه في التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي التونسي كالحلول الأخيرة بالنسبة للمدرب ماهر الكنزاري. إلى حد الآن نذكر أمامكم خالد الغرسلاوي فعلا بشيخ ومكانه بعد قليل في التشكيلة. وأكيد بعد نهاية المباراة والاستجوابات دائما في هذه التغطية على الوطنية الأولى بالطبع مع الفنيين كل التحاليل. كرة خطيرة وفرصة للنجم الرياضي الساحلي، كرة خطيرة، وكاد النجم الرياضي الساحلي بعد المخالفة الأخيرة معناها فخ هذه المخالفات أي لمس للكرة باش تدخل للشباك. ونشوفوا الكرة الأخيرة بالنسبة لمصعب ساسي بالرجلة اليسرى ملمسها حد وكادت تغالط الحارس معز بن شريفية. شوفوا حتى الأسعد الجزيري ملمش الكرة، والرجلة اليسرى لمصعب ساسي تفننا في تنفيذ المخالفة الأخيرة وكاد يسجل بعد محاولة منذ قليل ليوسف البليلي. يخرج كرة تماس معز بن شريفية منذ قليل كان تألق، وكذلك أيمن المثلوثي كان تألق، والحراسي لحد الآن حاسمين في هذه المباراة. ولو أنه في الكرة الأخيرة الكرات معناها تعتبر فخ هذه المخالفات، أي لمس للكرة من أي لاعب حتى من الفريق المنافس تنجم تغالط الحارس. منذ قليل شفنا أيمن المثلوثي بطبع أخف الأضرار يبعد الكرة في التماس. هذا درس حتى للاعبين الصغار، حتى معناها المدافعين الكبار وحتى الحراس، معناها إذا في وضعية صعبة في وضعية حرجة يبعد الكرة في التماس. معناها شفناها حتى مع مدافعين كبار كيما باريزي في ميلانو، معناها يكون في وضعية حرجة يوحل يبعد الكرة. التغطية هذه المرة من شمس الدين الذوادي أمام الأسعد الجزيري. خليل شمام ما غادرش مناطق الدفاع في الشوط الثاني، وكانت المساندة من أريسون أفول. المعطيات التكتيكية في الفترة الثانية بالنسبة للجهة اليمنى إدريس المحيرسي في المساندة لسامح الدربالي. أيضا كريم العواضي قريب من الدفاع، ومسؤولية الهجمات وأحداث الثغرات
محاولة أحداث الفارق ليوسف البليلي وكذلك الصعود معه لكريم العواضي أريسون أفول ودريس المحيرسي. النجم كالعادة ثلاثي خطير درامي ميكايلو لسعد الجزيري ولو مريناش برشا إلى حد الآن باستثناء التصويبة الرأسية يوسف البليلي ثم خليل الجونتاسي. خليل الجونتاسي أولى الكرات لهذا اللاعب الشاب مباشرة لأيمن المثلوثي استرجع جانب كبير من إمكانيته بالطبع الحارس كي يقرب من 30 سنة يكون في أوج العطاء وأكيد عندنا حراس كبار بالنسبة لمستقبل كرة القدم التونسية مصعب ساسي مصعب ساسي بعد على عنتر يحيى وفرصة للنجم الرياضي الساحلي مصعب ساسي بالرجل اليسرى يصوب وتبعها معز بن شريفية والكرة قريبة من القائم ويصاب معز بن شريفية في المتابعة الأخيرة لكرة مصعب ساسي عنده خصال نشوفه يبعد على عنتر يحيى يصوب والمتابعة كذلك من الحارس الدولي معز بن شريفية وعنتر يحيى الكرة الأخيرة من مصعب ساسي الإحصائيات تقول أنه سجل 3 أهداف إلى حد الآن في هذه البطولة اللي بداها النجم مع المنظر الكبير اللي أقحم عديد اللاعبين الشبان ترك بصمات وأتى لفاني حاليا لإكمال العمل والمدرسة الفرنسية معروفة في التكوين في اكتشاف المواهب وبتبع مثال يحتذى به في العالم وحتى الكرة الألمانية ما تطورت في السنوات الأخيرة إلا بمثال الكرة الفرنسية معناها مشاو شافوا مثال الكرة الفرنسية في تكوين اللاعبين في مدارس تكوين اللاعبين وأكبر دليل أن الكرة الألمانية حاليا تطورت ودنيس لافاني حتى والده كان لاعب معروف ليونس لافاني في أوساط الكرة الفرنسية كريم العواضي أريسون أفول يوسف البليلي بالقدم ممتازة لأريسون أفول والتوزيع على إدريس المحيرسي وثم غازي عبد الرزاق وأيضا تفادي الركنية من أيمن المثلوثي اليصاب في التدخل الأخير إصابة كذلك لحارس النجم الرياضي الساحلي بعد كرة خطيرة وعكس الهجوم من جانب الترجي الرياضي التونسي شلال لاباس كذلك لأيمن المثلوثي أكيد الكل في انتظار القائمة متاع المدرب نبيل معلول الاستحقاقات هامة جدا للمنتخب التونسي مباراة فريتاون ضد سيراليون وكذلك غينيا الاستوائية قبل لقاية كأس معناها الموسم أكيد مازال متواصل في تونس في نهاية شهر جوان مبدئيا نهائي الكأس في أوت شوفوا الكرة الأخيرة وتدخل وتفادي الركنية لأيمن المثلوثي ويصاب كذلك إصابة عضلية لحارس النجم الرياضي الساحلي يلعب إلى حد الآن 13 مباراة قلت الموسم مازال طويل بتبع ترجي عنده استحقاقات إفريقية في جويليا المقبل أول مباراة مع كوتون سبور قروة وبالنسبة للنجم بتبع في حالة التأهل وتجاوز شبيبة بجاية أيضا باش يلعب لقاية المجموعات لكأس الأبطال وإن شاء الله الإصابة مش بليغة إن شاء الله الإصابة مش بليغة خاطر الإطار الفني يستفسر على الإصابة من جانب الحارس أيمن المثلوثي نذكر بالحارس الاحتياطي حاليا في فريق جوهرة الساحل هو أيمن بن أيوب الحارس السابق للترجي الجرجسي وكذلك النادي الافريقي ذن الاصابه والاشاره بالنسبه لغازي عبد الرزاق وايمن بن ايوب ايمن بن ايوب فعلا باش ياخذ مكانه في التشكيله الاساسيه في هذه الدقائق الاخيره واضح الاشاره بالنسبه لغازي عبد الرزاق بوجوب التغيير تغيير الحارس ايمن المثلوثي في هذه الدقائق الاخيره أسبوع مازال طويل النجم نذكروا يوم السبت إن شاء الله باش يلعب في بجاية أمام شبيبة بجاية في دور تمهيدي ثالث لكأس الاتحاد الإفريقي والتغيير سيتم بعد قليل إذن أيمن بن أيوب ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية
إذن بالنسبة للحصة اللي موكولة لجماهير النجم باش يكونوا حاضرين، والعدد الجماهير 8000 متفرج، وبالطبع مغادرة أيمن المثلوثي للميدان، وأيمن بن أيوب ياخو مكانه في التشكيلة الأساسية يغادر الميدان صحبة طبيب النجم الرياضي الساحلي. أكيد ما يحبش يجازف الحارس أيمن المثلوثي. نذكر أنه مدرب الحراس في النجم هو طارق عبد العليم اللي كان كذلك في النادي الصفاقسي وكان كذلك في الترجي الرياضي التونسي، ومعروف في الكرة المصرية. أيمن بن أيوب في بعض المباريات كان حاضر في غياب الحارس الأول باش يستأنف اللعب، والروح الرياضية من جانب الترجي الرياضي التونسي إلى حد الآن كل شيء على أحسن ما يرام، رغم المنافسة، رغم قيمة الرهان، قيمة النتيجة بالنسبة للنجم، وحاول تدارك الهزيمة ضد النادي الرياضي الصفاقسي. قام بكل ما يلزم المدرب لافاني حاليا من خلال التغييرات، والترجي يلعب على الهجمات المعاكسة اللي كانت خطيرة خاصة في الشوط الثاني، وخاصة المحاولة الفردية ليوسف البليلي، وكذلك التصويبة من دريس المحيرسي في مناطق الجزاء لسعد الجزيري. نعيش الدقائق الأخيرة، رضوان الفالحي، مصعب ساسي، شمس الدين الذوادي، وائل بلكحل، ولسعد الجزيري حاليا، لسعد الجزيري والمخالفة. الحكم غازي بن غزيل يمنح مخالفة للنجم الرياضي الساحلي في منطقة خطيرة بعد محاولة المرور من لسعد الجزيري. هذه الميزة نتاعو اللاعب لسعد الجزيري. شوفوا سامح الدربالي، واضح الهفوة من سامح الدربالي، ودائما الاختصاصي مصعب ساسي في تنفيذ الكرات الثابتة اللي كانت حاسمة في لقاء الأجوار، مكن من خلال ترجي من التسجيل. مصعب ساسي والبعاد الكرة من آلي سنافول وغازي عبد الرزاق. التصويبة اليسارية بعيدة من جانب الظهير الأيسر للنجم الرياضي الساحلي. كما قالوا في الاستوديو التحليلي، أكثر من 70% من أهداف الترجي استغلال الكرة الثابتة، هام جدا معناها في كرة القدم العصرية الكرة الثابتة. وبالطبع اليوم الترجي لعب منقوص من ثلاثة ركائز هامة في وسط الميدان يتبنى عليها تكتيك المدرب ماهر الكنزاري اللي أقحم وسيم النغموشي، لازم نقوله في بتبع في سجل وسباق مرحلة التتويج. هذا اللاعب اللي بتبع يحتاج لخبرة اللقاءات إلى حد الآن صامد وسيم النغموشي ومستميت. نشوفه يتابع في لسعد الجزيري ثم وائل بلكحل، لسعد الجزيري وعنتر يحيى سبق كورتو، محاولة في عكس الهجوم من كريم العواضي، وثم فرانكوم يستميت متوسط الميدان، والكرة مباشرة في التماس للنجم الرياضي الساحلي في الثواني الأخيرة للوقت القانوني. غازي عبد الرزاق، كرة خاطئة وستة دقائق كاملة باش نعيشوا ستة دقائق كاملة بالنسبة للوقت البديل، ويحتسبها الحكم غازي بن غزيل. كان أدار ثلاثة لقاءات هذا الموسم، دريس المحيرسي، يوسف البليلي إلى خليل الجونتاسي، يسرع رضوان الفالحي. دقائق أخيرة حاسمة للتعرف على النتيجة النهائية لهذه المباراة. محاولة استغلال عامل الميدان من جانب النجم في المقابلة قبل الأخيرة على ميدان الترجي، يحاول أيضا استغلال الأسبقية على مستوى النقاط المحرزة في الزوز لقاءات الأولى. يبعد الكرة الأخيرة خليل الشمم للدفاع إلى زيد بوغطاس، تركيز على التوزيعات. خليل الشمم، يوسف البليلي والمخالفة، لمسة يد من يوسف البليلي. تقريبا دقيقة في الوقت البديل. وائل بلكحل، غازي عبد الرزاق، وائل بلكحل، غازي عبد الرزاق، تبقى الكرة للنجم الرياضي الساحلي. التغطية من سامح الدربالي،
خليل القنطاسي التوسيعة في المحور ليوسف البليلي، الخروج لأيمن بن أيوب، ثم رضوان الفالحي، إمكانية استغلال ربما ارتباك في محور الدفاع، لكن يوسف البليلي ما كانش من الحصول على الكرة الأخيرة، والترويض كان خاطئ في المقابل من الظهير الأيسر للنجم الرياضي الساحلي. تريس المحيرسي يرجع للتشكيلة بعد غياب طويل. من جديد وائل بلكحل، مصعب سيسي، حامد النموشي، علي البريكي، درامي ميكايلو، درامي ميكايلو، فرانك كوم أمامه، خليل القنطاسي، فرانك كوم، والكرة من جديد لتشكيلة المدرب لافاني. أمامكم القنطاسي، أقحم المدرب ماهر الكنساري، كتحضير أيضا لركائز مستقبلية، رضوان الفالحي، فرانك كوم ينتظر في الحلول لحامل الكرة، مصعب ساسي، مصعب ساسي يحاول إيجاد وضعية للتصويب على الرجل اليسرى على غير المحاولة منذ قليل، الابتعاد على عنتر يحيى، وائل بلكحل، مصعب ساسي، التغطية من خليل القنطاسي، فرانك كوم، حامد النموشي، علي البريكي، درامي ميكايلو، والكرة لصالح الترجي الرياضي التونسي. إذن التماس لخليل شمام، أقل من ثلاث دقائق لنهاية الوقت الإضافي اللي قدره الحكم غازي بن غزيل. بالطبع مازالوا لقاءات، مازال التشويق في مرحلة التتويج. شوفوا وسيم النغموشي وأيضا خليل القنطاسي الملقى على أرضية الميدان لهذا اللاعب الشاب اللي تم إقحامه منذ قليل مكان أحمد العكيشي. قلت بالنسبة للإحصائيات معناها سائرين منطقيا نحو التعادل 35 في حوارات الفريقين، ومحمد بن منصور ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية، ياخذ مكان خليل القنطاسي اللي كذلك منذ قليل بدوره خذ مكان أحمد العكيشي. ونعيش الوقت البديل لهذه المباراة. قلت مازال لقاءات حاسمة، مازال معناها الرهان في مرحلة التتويج، لقاءات مستقبلية ممتازة منتظرة، ترجي النادي الصفاقسي النجم النادي الإفريقي، النادي الصفاقسي نجم الساحلي، الترجي الإفريقي، النادي الصفاقسي النادي الإفريقي، والترجي والنجم الرياضي الساحلي. أكيد راهو اللعب في ظرف وجيز، في أيام قليلة عديد اللقاءات، أكيد معناها تحسن المستوى بين الفرق هذيا، تلعب ذهابا وإيابا في ظرف وجيز. إسراع بإرجاع الكرة من حامد النموشي لسعد الجزيري، مصعب ساسي، مصعب ساسي من الفرصة الأخيرة، كرة طويلة على درامي ميكايلو، المحاولة الأخيرة طويلة على درامي ميكايلو. المدرب لافاني يعرف أنه معناها التفريط في نقاط زوز مباريات في سوسة تنجم بالطبع تكون عندها أثر سلبية على الحصيلة النهائية بالنسبة لحظوظ النجم الرياضي الساحلي. بعد انتصار أول وربما بالطبع الغيابات أثرت في مباراة النادي الرياضي الصفاقسي، وخاصة المدافع رامي البدوي اللي عنده مكانة كبيرة في التشكيلة، والمحاولة كاد يقتنسها إدريس المحيرسي وفي آخر لحظة يبعدها غازي عبد الرزاق ومصعب ساسي، مصعب ساسي وسيم النغموشي، والمخالفة، المخالفة ضد لاعب منتخب الأصغر حامد النموشي، حامد النموشي، الثواني الأخيرة، علي البريكي، علي البريكي، علي البريكي، تشويق كبير في الملعب الأولمبي بسوسة، درامي ميكايلو، درامي ميكايلو، درامي ميكايلو، والمخالفة، المخالفة، المخالفة لصالح النجم الرياضي الساحلي، والفرصة الأخيرة. معناها كاين في مباراة كرة السلة ولا كرة اليد، الكرة الأخيرة، الكرة الأخيرة حاليا في مباراة النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسي. واضح كل لاعبي النجم في مناطق الترجي الرياضي التونسي.
وتشويق كبير واكيد الاعصاب مشدوده هنا في الملعب الاولمبي بسوسة. شوفوا دائما مصعب ساسي امام الكرات السريحه للتسجيل. اذا ننتظر في التنفيذ وغازي بن غزيل الى حد الان يدير باقتدار هذه المباراه. والكره الاخيره في المحور والهدف، الهدف الاول لصالح النجم الرياضي الساحلي. اذا الهدف لصالح النجم الرياضي الساحلي. النجم الرياضي الساحلي في الوقت البديل يهتدي للتسجيل. النجم الرياضي الساحلي بتبع كانت الكره من مصعب ساسي. الكره الاخيره تشوفوا اذا لمسها لاعب من جانب الترجي ام لا، تنثبت في الهدف بطبع الكره الاخيره. والفرحه هنا في الملعب الاولمبي بسوسة، فرحه كبيره بالنسبه لهدف. اذا مصعب ساسي، شوفوا الكره الاخيره من مصعب ساسي، وايضا وائل بلكحل هو اللي يلمس الكره. وائل بلكحل، نشوفوا مصعب ساسي في المحاوله الاخيره، وايضا وائل بلكحل مس الكره الاخيره. وبالطبع ايضا تركيز على بوغطاس. والهدف الاول بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي. كنشوفوا اعاده اخرى بالنسبه لهذا الهدف، كنشوفوا اعاده اخرى بالنسبه. اذا مصعب ساسي بتبع مصعب ساسي، نشوفوا الكره الاخيره والهدف مباشره في مرمى الحارس معز بن شريفية. اذا ملمسها حد، والكره كانت بين وائل بلكحل وكذلك شمس الدين الذوادي. مباشره الكره كانت في الشباك، ومصعب ساسي بتبع يسجل الهدف لصالح النجم الرياضي الساحلي، وهدف حاسم الى حد الان في حصيله هذه المباراه. ويبعد الكره حامد النموشي، ونهايه المباراه بفوز النجم الرياضي الساحلي. بالطبع ذن فرحه كبيره بالنسبه للاعبي وجماهير النجم الرياضي الساحلي بالهدف المسجل. اكيد الاستجوابات بعد قليل في اولمبي سوسة، وكانت المخالفه لصالح النجم الرياضي الساحلي، والهدف مباشره عبد الرحمن مسكر. محمد علي تفضل. شكرا لك عبد الرحمن، الى جانبي مدرب النجم الرياضي الساحلي. كوتش، اون فيكتوار تري امبورطونت بور لو سي اس، اون فيكتوار لا روشي، ان ماتش افيك بوكو دونجاجمون بوكو دو لوسيديتي، il manquait que la réussite. La réussite enfin est venue à la dernière minute. Oui, c'était un match très engagé, je dirais un match à l'anglaise, ça allait très vite des deux côtés. Je pense qu'on a une victoire méritée parce que les garçons sont allés pendant 90 minutes à fond et ils sont allés chercher cette victoire. Ils la méritent parce qu'ils ont fait les efforts. Je pense qu'on a été les plus dangereux. L'équipe de l'Espérance a beaucoup défendu. Mais nous, bon, ben, on a su aller la chercher à la dernière minute. Et bon, ben, c'est mérité. Et je félicite les joueurs parce que vraiment, ils sont allés au plus profond d'eux-mêmes pour gagner cette victoire. Merci, merci. Coach Admaï Abdelrahman. صحيح محمد علي، اكيد تشويق كبير بالضبط عبد الرحمن، وهذا اللي اكد عليه مدرب النجم الساحلي اللي قال مباراه الانجليز يعني مباراه على طريقه الانجليزيه، قال انتصار مهم برشا للنجم الرياضي الساحلي. صحيح، وكان لمس الكره انتصار بروح كبيره. الى جانبي ايضا قائد فريق النجم الرياضي الساحلي عبد الرحمن رضوان الفالحي. رضوان، مباراه كبيره للنجم الساحلي، يعني تقريبا دوميناسيون توتال، سيطرتوا على المباراه الكل، الهدف جاء كان في الدقيقه الاخيره. الحمد لله، يظهر لي نستحقوا الانتصار هذا. الاولاد كل حتى واحد ما بخل بقطر عرق، ميم سي عملنا فوبا الماتش اللي فات، كنا عاقدين العزم ماتش هذا تشوفوا ماتش كامل في سونس واحد، ميم سي لادفيرسير جاتو دي كونتر اتاك معناتها على اثر دي زيفور انديفيديوال. الحمد لله، فيليسيتاسيون، مبروك لنا والجمهور هذا الكل، وان شاء الله اون كونتينيو ميم ايتا ديسبري هذا. ان شاء الله بلبل لاباس. ايمن البلبولي بطل مباراه دون منازع اليوم، انت ومعز بن شريفيه يعني زوج حراس المنتخب، حكمتوا كما حبيتوا في المباراه، لكن النجاح في الاخر كان نجم الرياضي الساحلي من هدف في اخر دقيقه، يظهر لي هدف يخلي النجم الرياضي الساحلي في الباركور نتاع البطوله. اكيد يظهر لي فيكتوار ميريتي، حكمنا في المقابله بريسك كل، بقطع النظر على لي كونتر نتاع الاسبيرونس، نعرفهم ديما رابيد
وتمامون نجموا يعملوا الاخطر. أمنا بحظوظنا لاخر لحظة ومقابلة يظهر لي ثلاثة نقاط مهمين بالنسبة لنا احنا باش نجموا نواصلوا مشوار البطولة. ان شاء الله كل مقابلة اللي تدسبري هذه اللي لقيناها كونتر الكلوب واليوم كونتر الاسبيرونس نلقاوها في المقابلة الجاية ان شاء الله. شكرا ليك ايمن. فما بعض المناوشات عبد الرحمن في الميدان ان شاء الله. اذا كان حموده اذا كان شاهد فيا فما بعض المناوشات في الميدان ان شاء الله. ان شاء الله تكمل محمد علي. محمد علي كتسمع فيا معناها مصعب ساسي كان هو اللي صوب المخالفه وثم لمسه من وائل بلكحل في الهدف. معناها التوزيعه من مصعب ساسي وائل بلكحل لمس الكره في الارتماء نتاعو مع شمس الدين الذوادي بالنسبه لهدف النجم الرياضي الساحلي. شكرا لك عبد الرحمن لانه لهنا كان صعيب نشاهد شكون يسجل الهدف حتى يعني مسؤولين النجم الرياضي الساحلي هدوش الهدف. شكرا لك عبد الرحمن. تواصل المباراة ولا نرجع لعبد الخالق في البلاتو؟ نرجع لعبد الخالق في البلاتو. شكرا لك عبد الرحمن. شكرا لك محمد علي. إذن النجم الساحلي